محمود بيه. اصحى يا محمود بيه. يا محمود بيه احنا بقينا الظهر. صباح الخير يا محمود بيه. صباح الخير ايه؟ انت مين؟ انا منى. منى مين؟ ممرضة بتاعت حضرتك. ممرضة ايه؟ انا ما عنديش ممرضات. ما عندكش ممرضات ازاي بس؟ انا مع حضرتك بقالي سنتين. انا منى. وانا محمود. وانا ما عنديش ممرضات. ثم انا مش عيان من اصلا. وشفت بقى الحاله رجعتلك تاني. كل ده عشان ما خدتش دواء بقالك 4 ايام. دواء ايه؟ زهايمر. ايه؟ زهايمر. زهايمر؟ ايوه. انا عندي زهايمر. انت دخلت هنا ازاي؟ عادي زي كل مره. انا اول مره اشوفك. بره بره. زهايمر ازاي يعني؟ ده عارفه اسمي كمان. مرضت ايه؟ زهايمر ايه اللي عماله تقول لي زهايمر؟ خميس امبارح كان الحد. امال الاثنين والثلاث والاربع راحوا فين؟ الخميس مساء الفل والنور والهنا على عيونك يا محمود بيه. انت بتعملي ايه هنا؟ بلمع صوره الهانم مرات حضرتك الله يرحمها. ما انا عارف ان دي صوره الهانم الله يرحمها. انما انت تبقي مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انا خدمتك اجلال. انت خدمت اجلال ومنى تبقى الممرضه بتاعتي. بالظبط. والنهارده الخميس. الله يفتح عليك وعلى حواليك. البوليس البوليس. أنا هطلب لكم البوليس حالا. سوسو. سوسو مين؟ ألو. ازيك يا دودة يا حبيبي؟ دودة؟ دودة مين ستك؟ وأنت مين من أصله؟ أنا سوسو. أنت إزاي مش فاكرني؟ سوسو. سوسو. ما بانت في سوسو مين؟ بقى تقضي معايا سهرة صباحي ولما اكلمك تعمل نفسك ما تعرفنيش. انا قضيت معاكي سهرة صباحي يوم الاثنين. يوم الاثنين وعلى سريري. على سريرك؟ ما عملت شقلباز. شقلباز؟ انا كنت شقلباز؟ طب اقفلي اقفلي بلاش كان فارم. الهي يجعل ايامك كلها شقلباظات. الوردي يا بيه. انت مين؟ انا الجنايني. جنايني مين؟ ما عنديش جنايني انا. انا اللي بديك الورد كل يوم. انا عيد الجنايني. انت عيد الجنايني. وإجلالي شغالة
ومنى الممرضة. والنهاردة الخميس. في ايه؟ في ايه؟ مالك يا محمود بيه؟ ايه يا حامد؟ مين الناس دول يا حامد؟ ودخلوا هنا الفيلا ازاي؟ طب اهدى بس يا محمود بيه. اهدى ايه؟ تعال ورايا. حاضر. الو. الو؟ حوض، ازيك يا روحي؟ مين بيتكلم؟ يخص عليك، انا ميمي. ميمي مين؟ انا معرفش حد اسمه ميمي. ايه؟ انا قضيت معاكي سهرة التلات والاربع كمان. الله، هو انا ما باخدش اجازات؟ ان شاء الله باظ برضو. الله، ايه حكايه ان شاء الله باظات دي؟ خليك وفي زي ما انت. ما هو طول ما سعادتك مش عايز تاخد الدواء الحاله هتفضل لا مؤاخذه يعني بعافيه كده. الدواء؟ انا مش هاخد الدواء، انا مش عيان. هما الناس دول بيشتغلوا هنا يا حامد؟ انا اول مره اشوفهم. خلاص يا باشا اللي تشوفه. البيت ده طول عمره ما كانش فيه حد غير انا وانت يا حامد. انت اللي كنت بتطبخ وبتنظف البيت وبتشوف الجنينه وكنت بتغسل. بالهدوء بس يا باشا. هو حضرتك بتدور على ايه؟ انا هعرف اخرجكم من هنا ازاي؟ المسدس مش هنا. امال فين؟ المسدس اهو. طب ايه اللي ودى المسدس ده هنا؟ حضرتك حطيته بايدك الاسبوع اللي فات. انا حطيته بايدي الاسبوع اللي فات؟ طب افرض انا حطيته بايدي الاسبوع اللي فات، انت عرفت ازاي؟ ويا محمود بيه، حضرتك بتعمل الحركه دي فينا كل مره. كل ما تجيلك الحاله تمسك المسدس وتهددنا بيه. لو ما مشيناش من البيت هتضربنا بالنار. وضربت حد فيكم بالنار؟ المسدس دايما فاضي. ممكن ناخد الدواء؟ ايه الصورة دي بقى؟ دي لما خدت بطولة الجمهورية. في ايه؟ في الملاكمة. في الملاكمة؟ وانا غلبت ده؟ بالقاضية. وهو عارف ان انا غلبته؟ دي صورتك وانت في الفيوم بتصطاد. بط ده؟ بالظبط كده. بط. دي صورتي بقى وانا شهيد. الصورة دي انت اللي مصورها. اصلك كنت غاوي تصوير زمان. وفي ألبوم صور ليك انت واصحابك. انا ما اعرفش ولا واحد في دول. دول صحابي ولا اصحابك؟ ما هو حضرتك لو خدت الدواء هتفتكرهم كلهم او على الاقل يعني معظمهم. وانت عندك رد لكل حاجه كده؟ انا بقالي مع حضرتك سنتين واللي احنا فيه ده بيتكرر كل اسبوع مره على الاقل، وده لما ما بنمشيش على النظام. بس انا مش فاكر حاجه زي كده خالص. ما احنا اتفقنا في حاجات هتنساها وهترجع تفتكرها، وفي حاجات مش هتفتكرها خالص حسب يعني. رايح فين يا محمود بيه؟ محمود بيه، خطوه عزيزه، اتفضل. اهلا وسهلا. الواحد زار كده ربنا يديك الصحة يا باشا. أنا كنت خايف لأنساك أنت كمان يا حامد. تنساني إزاي يا باشا؟ ده إحنا عشرة عمر. صحيح. ده أنت معايا من أول ما بنينا البيت ده هنا. كان في فيلا كده جنبينا اللي هدوها دي بتاعت مدكور سلامة. أيوه الدكتور مدكور سلامة. كان بتجينا زمان بنت كده فلاحة اسمها شادية. شادية ما أنا عارف إن اسمها شادية. أنا عارف. كان بقى بتجيب لنا جبنه وزبده وعسل ابيض وخير والله.
فبتاخد 7 جنيه 8 جنيه فبتاخد 8 جنيه 7 بتاخد 8 جنيه انت 8 انا اللي كنت بدفع لها 8 خلاص 8 بتاخد 8 جنيه هي 8 جنيه كان في ترعه هنا كان عليها معديه كان يعدي الواحد وياخده شيرين يا باشا بتحكي انت بتعت انت فاكرني ناسي انا فاكر كل عام خلاص يا باشا ده الاهلي والزمالك ايوه يا باشا جول جول اهلي اهلي مالك يا سعادتك طول عمرك زملكاوي الفل يا باشا ازيك يا فرحات انت فرحات مش كده ازيك يا فرحات تعيش يا باشا في لا مؤاخذه تزم تاني عايزه تلميع لا خليك في دول بس ما تقلقش يا باشا من ناحيه دي اطمن الدزمتين السوداء والبني يبان فيهم الشغل ده انا هطلعهم لك مرايه انما ما تاخذنيش في الدوز الابيض بتاع الاسبوع اللي فات ده تلميعه صعب قوي وما بانش عليه وحياتك يا بيه بلاش تلبس الدوز الابيض ده تاني جزء ابيض ايه الدوز الابيض اللي انا لمعته سعادتك اخر مره يا باشا انا ما عنديش جزم بيضه ازاي يا بيه ده انا لسه مسحوا لك الاسبوع اللي فات بقول لك ما عنديش جزم بيضه خالص عمري ما لبست جزمه بيضه يا بيه الدوز البانس بانس ايه ما عنديش جزم بيضه انا جزمة بيضة يعني جزمة سعادتك انا لقيتها في الصالون وانا بنظف الظاهر بقى ان حضرتك قلعتها تحت امبارح محمود بيه ايه عايزه ايه ممكن ادخل خش ايه الزيطه اللي تحت دي ده البهوات اصحاب حضرتك والهوانم تحت بقالهم شويه فقلت يعني اجي ابلغ سعادتك بهوات ايه وهوانم ايه ده اصحاب سعادتك الشله شله شله ايه شله البهوات اللي بيجوا يسهروا مع حضرتك كل ليله هذا سهروا يوه يوه بحب الناس الرايقه اللي فوت يا حبيب قلبي يا ابو حنف كده كده تقطف مني المهزه مهزه ماليش في دور بحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايق ده انا لا ماليش في دور وماليش في الدمع ده لا لا
في ايه؟ في ايه يا جلال؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه نسيت اسم ابني كمان؟ سامح مالوكا. بورصة أمريكا وقعت هي أخرى 200 نقطة النهاردة. يا دي النيلة. ألو؟ بابا. أخيراً يا بابا بعد 6 أشهر خصام وحشتك. يا سامح مش وقت الكلام ده يا سامح. بقول لك إيه الأول؟ هو النهاردة إيه في الأيام؟ النهاردة الخميس يا بابا. برضه الخميس؟ وإيه اللي برضه يا بابا؟ هو في إيه يا بابا؟ وحشتنا قوي يا بابا والله. والله يا أمكن وحشتنا قوي. هو إيه اللي حصل يا بابا بالظبط؟ أنا عندي مصيبة هنا في البيت. أنا قمت من النوم الصبح لقيت ناس معرفهمش، وبعدين دلوقتي لقيت ناس تانية غير الأولانيين برضه معرفهمش. يعني أنا لا أعرف الأولانيين ولا أعرف التانيين. أنا خايف لأكون الناس دول عايزين يسرقوني ولا يقتلوني. ها اسمع، انا ما كنتش عايز اكلمك بصراحه، انما دلوقتي مش عارف اتصرف ازاي. بكلم اخوك وهات البوليس وتعالوا بسرعه قبل ما يعملوا فيا حاجه. ها بقول لك يا سامح، هو انا كنت اهلاوي ولا زملكاوي؟ بترول اسيوط. كويس قوي قوي ان كنتوا جيتوا بسرعه. كويس قوي. ده ظابط المباحث؟ المباحث ايه بس يا بابا؟ اهدى حضرتك. بصوا، انا عايزكم تبقوا ناشفين معاهم، تخشوا عليهم دخله جامده، يعني شتيمه وقله ادب وضرب، ضربه باللكاكين والشلاليت كل حاجه، كل حاجه ما تهمكوش. ما تقلقش. قطعوهم. ما تقلقش يا حاج. ما تقلقش. يلا. يلا. اللحم في ناحيه والعظم في ناحيه. طب 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 خالص. يلا. ايه ده أمك الحسن؟ حسن ازيك؟ سامح ازيك يا حبيبي؟ كريم وحشني والله. ازيك يا فكري؟ ايه الاخبار؟ بنك الحسن يا بابا. مش تقول لنا شنكر حسن؟ شنكر محل مين وحياة؟ ده عمو فكري يا بابا. عم اساس شنكر عمرو فيه. شنكر عمرو فيه. يا بابا، الاهمال في الدواء هو السبب في الحاله اللي حضرتك وصلت لها دي. احنا صحيح ما كناش بنجيلك لان ده كان طلبك، بس احنا كنا متابعين مع الدكتور شاكر الحاله اول باول. يا بابا انت طبعا دلوقتي مش هتفتكرني خالص، بس اسمعني، الزهايمر مرض ملوش علاج، حاله بنحاول نثبتها ومنخليهاش تزيد. عدم الانتظام في الادويه هيكبرها ويوصلنا لمراحل احنا مش عايزين نوصل لها. احنا وصلنا لها اهو. لا لا ما تقولش كده، ان شاء الله كل حاجه ملحوقه باذن الله. الحمد لله ان اللي حصل ده ما حصلش قدام حد غريب. احنا من هنا ورايح كل حاجه يبقى لازم معمول حسابها، الاكل، النوم، الصحيان، ما فيش خروج لوحدك. ها والاهم من ده كله العلاج، والا انا بعد كده مش هكون مسؤول. بقولك يا بابا، انا سابك السبب بتاعي، بابا انت لازم تسمع الكلام، عينك مش ممكن تخف من غير علاج.
شافعي. رايح فين يا محمود بيه؟ خارج. خارج ازاي؟ الدكتور ما كتبش لحضرتك على خروج. كاتب لي على خروج مره كل 6 ساعات. يا فندم ما حصلش. لا حصل، بس انت اللي ناسيه. يا فندم بالعكس، ده منع الخروج خالص. يعني ايه؟ هفضل مسجون هنا ببيتي؟ لا، بس هي الحاله تستقر الاول وبعد كده حضرتك اخرج زي ما انت عايز. انا ما بقتش طايق القعده هنا خلاص، انا اتخنقت. طب خلاص، نتصل بالاستاذ حسن وبقيه الشله. وهو الاستاذ حسن وبقيه الشله دول مكتوبين لي في الروشتة؟ دول صحابك. دول مش اصحابي، انا مش فاكر ولا واحد فيهم، وبعدين انا ماليش الجو بتاعهم ده. شفت، الحاله لسه ما استقرتش. انا اصحابي حاجه تانية خالص، انا هروح لهم. على فين يا محمود بيه؟ هو الدكتور امرنا خلاص بالخروج. اه، راح فين يا باشا؟ انت مين؟ انا ياسر السواق بتاع سامح باشا. اه افتكرتك. اه صحيح، اوعى اوعى. ممنوع سعادتك. هو ايه اللي ممنوع؟ بقولي سعادتك ممنوع. وسع، بلاش كلام فارغ. انت هنا مش عشان تمنعني من الخروج. سامح قال لي انك انت هنا عشان لو احتجت حاجه اجيبها لي. ما امرنيش بكده يا سعادتك. بالامر بايه؟ امنعك من الخروج. تمنعني من الخروج؟ لا انت ولا 10 زيك يقدروا يمنعوني من الخروج. ما بقاش الا صرصار زيك يمنعني من الخروج. شكرا يا معلم، الف شكر. بس عشان تبقى عارف، انا لو كنت عايز اخرج كنت هربت. انا بس كنت بختبرك بشوف رد فعلك ايه. ناخد الدواء بقى ولا ايه؟ ايه الدواء؟ اه طبعا لازم ناخد الدواء، لازم ناخد الدواء. ما تاخد معانا شويه دواء كده؟ آه، لقمه هنيه تكفي 100. زفت يا حامد، تعال سد الفتحه دي، يجيب طائر هوا. حاجه مش معقوله، الواحد مش عارف يودي جمالك فين. والله يا معلم صحيح يعني. اه، ما تيجي تريح جنبي هنا شويه بدل اللي واقفه بره، ليل نهار كده يجيلك حمى ولا يجيلك حاجه. خلاص يا منى، لقيت ياسر كان واقف هنا ورا السور. انت كنت فين يا كلبه؟ انت كلبه حماره كبيره. يلا ودينا على السرير. جينا بسرعه اول مره دي. هو انت ما بتنامش ابدا؟ بابا مش معقول اللي انت بتعمله ده بصراحه. بقى الناس هنا كلها تعبت معاك. انا مش عايز الناس دي هنا خالص، انا عايزهم يمشوا. يمشوا يروحوا فين بس يا بابا؟ وحضرتك هتقعد هنا لوحدك؟ ما انا طول عمري لوحدي، من ساعه ما اتخرجت من الجامعه كل واحد شاف حاله. محدش فيكم فكر يسال عليا، لا اللي متجوز بيسال ولا العازب بيسال. بابا مش حضرتك اللي طلبت مننا كده؟ ما هو من عمايلكم. وحضرتك مش عايز تنسى الحاجات دي ابدا؟ لا طبعا مش هنسى. انا اديتكم ملايين قبل كده عشان تشتغلوا بيهم، ضيعتوها زي العيال الصغيرين. بابا احنا عارفين الكلام ده كويس قوي. حضرتك قلته لنا قبل كده 100 مره، احنا مش عايزين منك فلوس. انت اللي اتصلت بينا قلت لنا تعالوا. مش عشان المصيبه اللي عندي دي؟ كويس انك عارف ان الزهايمر مصيبه. يبقى نسمع كلام الدكتور ونتعالج بقى يا بابا. زهايمر ايه؟ انا بتكلم على المصيبه اللي قمت من النوم لقيت الناس بتشتغل عندي انا ما اعرفهمش. الحالة رجعت تاني اهي. مفيش حالة من أصله. أنا معرفش الناس دول، ولا أعرف الناس اللي نزلت لقيتهم تحت، ولا أعرف الناس اللي صورهم في الألبومات.
انا ما اعرفش الناس دي خالص. لو سمحت يا دكتور من فضلك شوف لنا حل في الحكايه دي بقى. يا محمود انت تخرس خالص. انا جالك اخرس خالص. اقعد تكلمش. انا بس اللي اتكلم، انا ما اعرفكش. طب ما انت حضرتك ناسي كل حاجه اهو، ده الدكتور بتاعك، ده انت كويس انك فاكرنا اصلا. انا مش ناسي حاجه، انا فاكركم كويس، وفاكر امك الله يرحمها، وفاكر بنتك ملك ومراتك نجلاء. طب اهدى شويه بابا عشان خاطر. وفاكر عمك عمر، وفاكر شافي كان بيشتغل معايا في السوق. ازاي بقى فاكر كل ده وتقولوا عليه عندي البتاع اللي بتقولوا عليه ده؟ طيب 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 يا حاج، انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اخرج اروح ادي. انا ما اتحبس بالطريقه دي. طب حضرتك قول لي، طيب عايز تروح فين مثلا؟ اروح النادي، اتمشى في وسط البلد، اشوف صحابي القدام، زاهر رشدي الله يرحمه، فؤاد صالح. فؤاد صالح انت حاضر عزاز السنه اللي فاتت يا حاج. عمكو نعيم. ايه مات وراه اخر؟ يا بابا كل اللي بتتكلم عنهم دول اموات. يبقى بكره الصبح اطلع القرافه. قرافه ايه بس يا حاج اللي انت عايز تطلعها؟ اروح لشافعي. بسيطه، ياسر ياخدك بكره الصبح يوصلك لغايه شافعي. لا 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 ياسر، لا الراجل الحقيقه عامل مجهود كبير قوي معايا. اصلا ما فيش خروج دلوقتي. محمود بيه لازم ياخد راحه لمده اسبوعين على الاقل لحد الحاله ما تستقر. انت مالك انت؟ انت حد قالك اتكلم؟ مالكش دعوه خالص. يا بابا اهدى بس شويه، دول هم كلهم اسبوعين وهيعدوا. مفيش اسبوعين، هخرج يعني هخرج. شوف يا حاج بصراحه كده، عندك ده هيخلي مفيش قدامنا غير حل واحد. ايه هو؟ يا اما ندخلك مستشفى متخصصه، يا اما مصحه نفسيه. اني زعلان من ياسر بس زي بعضه هياكل معانا بقى. ربنا يخليك لينا يا باشا. بص ياسر، احلى حاجه في الدنيا العيش والملح، يعني لما نقعد كلنا كده ناكل من طبق واحد، خد بالك نحس بالالفه، نحس ان احنا عيله. الاكله دي بقى اسمها ايه؟ ايه الاكله دي اسمها ايه؟ دي اكله صيني، شفتهم بيعملوها في التلفزيون، صحيه جدا، لا دهون ولا كوليسترول ولا اي حاجه من ده. جلجله. نعم. هات لي ازازه الصويا من جنبيك. عيني. الصويا بقى ده هو اللي بيخلي للاكل طعم. انما حكايه الطبخ دي جديده عليك يا محمود بيه. انت حمار، انت بتفهم حاجه؟ انت ناسي. فاكر لما كنت بقعد انا اطبخ والحاجه تبقى قاعده جنبيا؟ ده انا كنت بعمل اكل. ايه؟ اي والله. اشي مشوي واشي مقلي واشي في الفران وطواجن، كنت بعمل انا كنت بعمل طواجن ما حصلتش، كنت اعزم اصحابي ساعات هنا نقعد ناكل طواجن وناكل الحاجات دي كلها. مره عملت بقى صينيه بطاطس باللحمه الضاني. كنت بعمل عليها بقى ايه شويه حاجات زي الفل، يعني احط الصينيه في الفرن والصينيه بقى ايه تطلع بعد ما تسخن تلاقي يعني عايز تاكل صوابعك وراها. هتاكلوا اكل. ايه الاخبار؟ جميله.
هتطلبوا معايا الدليفري ولا هتاكلوا من البتاعه دي؟ حلو الاكل مش كده؟ تسلم ايدك يا باشا. تسلم ايدي ايه؟ ده انا شاريه كله من بره. ما هو برضه من خيرك يا محمود بيه. كله كله. مره واحد عنده زهايمر خبط في مراته. مراته قالت له انت مش شايفني؟ قال لها شفتك بس مش فاكر فين. هقوم بقى اجيب لكم الفاكهه. خليك انت يا باشا، اقوم اجيبها انا. لا 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 لا، اصل انا هعمل لكم كمان شويه موز باللبن ما حصلوش. هو محمود بيتاخر كده ليه؟ هو مش قال انه بيغسل الفاكهه بايده؟ لا، وبيعمل موز باللبن كمان. حلو قوي المثال ده، بس ده اتاخر قوي. صباح الخير. صباح النور. الاستاذ شافعي موجود؟ نقول له مين؟ قول له محمود شاهين. اتفضل حضرتك استريح وانا هبلغه. يا محمود كلنا كبرنا خلاص. انا نفسي بقيت مليان امراض، ايشي ضغط، ايشي سكر، على حبه شرايين تعبانه. نهايته الواحد بقى مش ولا بد. بس انا فاكر كل حاجه يا شافعي. انا فاكرك كويس، وفاكر ان المحلات بتاعتك هتلزق في المحلات بتاعتي في السوق. ما هو الزهايمر كده يا محمود، الحاجات القديمه تفتكرها بالتمام والكمال، والحاجات الجديدة اللي بتحصل تنساها في ساعتها. أنا مش ناسي حاجة يا شافعي، مش ناسي حاجة، لا القديم ولا الجديد. أمال اللي بيحصل لك ده إيه يا أبو حنفي؟ الدكتور اللي بيعالجك والممرضة والخدامة واللي حكيتهولي ده كله يبقى إيه؟ في حاجات عرض كتير بتحصل يا شافعي، أنا مش فاهمها. محمود لازم تصدق اللي هقولهولك، لانك مش هتصدقه من حد تاني غيري. انت عندك زهايمر من سنتين. مره كنت ماشي في الشارع وقابلتك، ما عرفتنيش. هي ابتدت بنسيان شويه حاجات بسيطه، وبعدين الموضوع زاد، وطبعا كل شويه الموضوع هيزيد اكتر. المشكله يا محمود ان اللي عنده زهايمر ما بيبقاش عارف، مش عايز يصدق. بيتهيألي ان كل الناس بتضحك عليه وعاوزين يساووه، وممكن يفكر انهم عاوزين يقتلوه كمان. بس هي دي الحقيقه، احنا خلاص كبرنا يا محمود. حضرتك قريبه؟ لا انا صاحبه. ولاده اللي بعتينك؟ لا، وفي الحقيقه انا رحت سالت عليه بيته القديم، البواب قال ان هو عندكم هنا في الدار. طيب اتفضل. كويس قوي ان حضرتك جيت دلوقتي. حاله الاستاذ عمر غير مطمئنه بالمره. انا حاولت كذا مره اتصل باولاده علشان يجوا يزوروه، مفيش اي فايده. هما اولاده بقالهم كتير ما بيجوش؟ بقالهم اكتر من سنه ولا حتى بيكلموه في التليفون. المرض ده زي الوحش المفترس، لما بيصاب بيه البني ادم يفضل ياكل في جسمه لحد ما يقضي عليه. الله، انت قلقتينا على الراجل. هو عنده ايه بالظبط؟ عنده الزهايمر. عنده ايه؟ الزهايمر. زهايمر؟ ايوه. الوان اللي كنت جاي اشتكي لك. طب انا فاكرك، انت فاكرني؟ محمود شعيب المسكي، كلت القماش الكبيره. محمود شعيب، انت
ده انت كنت المحامي بتاعي ومسك لي كل الشغل. ازيك يا محمود؟ محمود شويه. خلاص انت هتردح لي؟ افتكرتك. حد ينسى الايام الحلوه الجميله اللي عشناها سوا دي؟ على رايك. انما انت يا عمر ما قلتليش ليه انك انت قاعد هنا؟ وانا لو كنت قلت لك كنت هتجي لي ازاي؟ هتجي لك ازاي يعني ايه؟ مش عملوا حظ تجول بره؟ حظ تجول ازاي يعني؟ مش ضربوا نار على عبد الناصر في العرض العسكري؟ اه قصدك السادات. هو السادات مسك الحكم؟ سيبك من المواضيع دي دلوقتي، المهم انت حوالك ايه؟ الحمد لله. فاكر زاهر رشدي؟ زاهر رشدي اه فاكره، انت فاكره؟ طبعا فاكره، كان معايا في الحرب، عبرنا انا وهو في نفس القارب. طب ما انت فاكر كل حاجه اهو. ودي حاجه تتنسي يا عبد الباسط؟ طب هقول لك حاجه، الناس بتوع زمان دول كانوا كويسين، الناس بتوع دلوقتي عايزين يسرقوني، وفي واحد بقاله 3 ايام عايز يقتلني. يقتلك؟ اهو النعمه. لا ما تخافش، انت انا في امانه يا عمر. المهم ابوك عامل ايه دلوقتي؟ ابو الله يرحمه كويس، زي الفل الحمد لله. طب الحمد لله. ومعاك عيال؟ عيال ايه يا عمر؟ دول متخرجين من الجامعه على ايدك. ايوه ما انا فاكر. قبل ولادك بسنتين. ولادي؟ هو انا اتجوزت؟ وخلفت صح؟ طب لما انا خلفت العيال ما بيجيش تزورني ليه؟ ما انا هبقى اكلمهم يقول لك يا عمر. لا انا مش عايزهم يقول لي. لو قولي هفتكر ان هم ما حدش فيهم بيزورني، خليهم يمكن مشغولين في حاجه اهم. على رايك. الدنيا تلاها يا عمر. ان شاء الله لما هيفضى هيقول. مع ان انا لما اتجوزت كنت كل يوم جمعه نتلم ونقعد والعيال تقعد والعيله والاسره والعيال بتجري في الشارع والشارع ده فاضي ما فيهوش حاجه خالص. فاتن ازاي تسيبوه كده من غير بامبرز؟ من غير ايه؟ بامبرز. بامبرز؟ ايوه لا مؤاخذه يا استاذ، اتفضل حضرتك. غيروا له بسرعه. طيب هسيبك انا عمر، هشوفك بعدين. تعالى زورنا يا محمود، مش زي عيالي. السلام. الدواء.
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. منى منى نضلت القراية فيه؟ أنا بتاع لقيت دينا مش لقية حضرتك لابسها. حضرتك لابس النظارة. أنا بقى فيه إيه؟ اهدى بس. أي إيه؟ أنت انتظمت في الدواء فأكيد هتبقى كويس. دواء إيه؟ مفيش فايدة. أنا بقيتش فاكر حاجة. أنا بقيت بس كل حاجة. اهدى محمود بس. إيش عارف ده؟ كويس انك جيت يا اخي. العطل في الحمام اللي فوق. طيب اقفلوا لنا المحبس. انا رايح اقفل. اوعى تنسى ها حمام محمود بيه اللي فوق. بص يا عم حامد هي اول مره ما انا عارفه. خلاص خلصت يا ريس؟ خلاص ان شاء الله. بس شوفوا لنا حاجه بقى نسيق بيها الحمام لمؤاخذه. ده يا جلال هي اللي تنشف. هي راحت مشوار وجايه. انا هجيب الحاجه واجي. كله بقى تمام يا باشا. 100 100. هو سعادتك متضايق من حاجة ولا حاجة؟ لا مفيش. هي عموما مش غلطتي عدم المؤاخذة يعني. أنا 3 4 مرات أصلح الخلاط ده قبل كده وكل مرة أقول لحامد الخلاط لازم يتغير بس هو بقى فهمني إن حضرتك اللي مش عايز تغيره. أدينا غيرناه. طب الحمد لله يا باشا. بس كويس برضه إن حضرتك جبت ناس تشتغل في الفيلا وأنا صبرته. قصدك إيه؟ لا اصل انا كنت كل ما اجي ما الاقيش غير سعادتك وعم حامد في وشي على طول. استني في ايه بيه؟ انت جيت هنا قبل كده مش كده؟ كذا مره سعادتك. اخر مره كان من حوالي شهرين. شهرين وكنت لوحدي؟ طبعا يا بيه. كان البيت لا مؤاخذه هو ما شفتش حد من الناس اللي كانت بتشتغل هنا دول. انا اول مره اشوفهم النهارده يا بيه. انا حمدي قلت لك استني. هو في مشاكل؟ ما فيش حاجة. امشي انت خد حسابك من حالي. اهوى انا هقولك على كل حاجة. قولي. انا ماليش ذنب في اللي حصل. سامح بيه وكريم بيه هما اللي قالوا لنا نعمل كده. مين؟ سامح بيه وكريم بيه. ليه؟ رافعين على حضرتك قضية حجر. قضية حجر؟ واخدين قرض من البنك ومش عارفين يسددوه ولو ما دفعوش الفلوس هيتحبسوا. ولاد يعملوا فيها كده؟ هم قالوا ان حضرتك مش عايز تساعده. ومأجلينكم بقى كلكم عشان تعملوا التمثيل دي عليا. جلسة المحكمة كمان اسبوعين. لازم لما تحضرها يبان عليك الزهايمر. والدكتور؟ متفقين معاه. والاستاذ حسن والبنات اللي معاه متفقين معاهم برضه. دول شويه كومبارس كده هم مأجرين. والواد بتاع الجيزه معاه. وشافعي معاه. الله مصر كلها عايزين انسى. طيب انا لما قمت يوم الاثنين وبصيت فوق النار لقيته الخميس كانوا متفقين مع الاهرام برضه؟ لا هم حطوا لك منوم فانت نمت 3 ايام. تقوم لما تصحى الايام تتلخبط معاك. طب انا لما هروح المحكمه هيبان ازاي ان انا عندي زهايمر؟ انت في دواء بتاخده بقالك 6 شهور كاتبه الدكتور شاكر بيعمل نفس اعراض الزهايمر. انا ما باخدش دواء من 6 شهور. حامد بيحطهولك في الشاي وفي العصير. حامد؟ حتى حامد؟ انا هحبسكم كلكم. محمود بيه الناس اللي تحت دول كلهم غلابه. كان عندهم 100,000 سبب يقبلوا الشغلانه دي. ما فيش داعي تأذيهم. وبعدين اللي سامح كريم يا باشا
اللي تهون عليه العشره ما يستاهلش السماح يا حامد. وانت يا بلال مش خايفه اولادك يعملوا فيك زي ما عملت فيا؟ ايش ياخد الرحم البلاطش يا محمود بيه؟ وهو انا اصلا حلت حاجه عشان ياخدوها؟ ومش خايفين ابلغ البوليس؟ بلغ يا بيه، هيعملوا فينا ايه؟ دخلونا السجن، على الاقل هنضمن لقمه ناكلها هناك. ايه ده؟ انتوا مضروبين قوي كده؟ ميح. وبعدين ما هي الفلوس في الاخر مش هتبقى بتاعت البهوات الصغيرين، وانت وهم واحد. ده بعد ما اموت يا حامد. ما هم قالوا لنا انهم كده كده هيكسبوا القضيه، فيبقى احسن لنا يعني ينوبنا من الحظ الجانب. في الاول وفي الاخر احنا اضطرينا نعمل الشغلانه دي علشان فعلا محتاجين فلوسها، لكن الدور والباقي على ولادك. ولادي؟ اه. طب شوفوا بقى، انت هتسمعوا الكلام اللي انا هقوله لكم ده وهتنفذوه بالحرف الواحد، ولا بلغ النيابه احسن؟ استاذ ما ينفعش كده، وايه اصله ده؟ انا عندي زهايمر مش كده؟ ايوه عندك الزهايمر. يعني انا لو قتلتك او خزقت عينيك لا احاسب قانونا. ومين قال لك انك عندك الزهايمر؟ انت زي الفل. ما كنت بتقول ايه ده؟ في ايه ده؟ ده عيان عندي. قوم يا ابني هنا، قوم. الكلام اللي هقوله لك ده تسمعه بالحرف الواحد وتنفذه، فاهم؟ بالحرف الواحد بس اعمل معروف، اعمل معروف، بلاش وضهايف. لو سمحت ما تعرفش سامح بيه قاعد فين؟ اه يا فندم سامح بيه هنا. شكرا. سامح ايه ده؟ في ايه؟ انت ما بتردش على موبايلك ليه؟ موبايلي اهو بس ما سمعتوش. طب تعالى عايزك. طيب تعالى عايزك. اجيب الكاس بس. ابوك خرج من الصبح وما رجعش لغايه دلوقتي ومحدش عارف هو فين. طب واللي مشروعين في البيت دول قاعدين بيعملوا ايه؟ خايفين، وكان عندهم امل انه يرجع في اي لحظه وما يبقاش في مشكله. يكون راح فين يعني؟ مش عارف. طب يمكن يكون راح لعمك شافعي؟ كلمته، ما يعرفش عنه أي حاجة. بقول لك إيه؟ أبوك وأصحابه ومعارفه معدودين، يعني في الآخر لازم نلاقيه عند حد فيه. ما تقلقش قوي كده يا كريم. شكرا يا باشا، عاجزين عن الشكر، شكرا. مع السلامة. سلام. ها؟ لقيتوا حاجة؟ قلبت البيت كله برضه مفيش أي حاجة. قول لي أنت عملت إيه؟ سألت في المستشفيات والفنادق والإقسام ملوش أي أثر. أنا مش عارف ندور عليه فين تاني. طب تيجوا نطلع أوضة النوم يمكن نلاقي حاجة فوق. أنا مش فاهمة، هو إحنا المفروض نلاقي إيه هنا؟ هو أي حاجة يا نجلة. إن شاء الله نلاقيه سايب حتة ورقة مكتوب فيها اسم ولا عنوان، نروح نشوف يمكن نفهم حاجة. سامح بيه. ها؟ الناس كانت بتسأل نستنى ولا نمشي؟ بيتهيألي وجودهم دلوقتي ملوش لازمة. شوف حسابهم إيه وخليهم يمشوا. إيه هو ده؟ مفيش حد هيمشي من هنا. إفرادو رجع فجأة. لازم يرجع يلاقي كل حاجه زي ما سابها. ايوه صح، مظبوط صح. ولو رجع تتعاملوا معاه زي الاول بالظبط، فاهمه؟ حاضر، يلا بينا. واضح ان احنا مش هنلاقي اي حاجه. يلا يلا حبيبتي. احنا ما سبناش حته ما دورناش فيها. احنا بقى لنا اسبوعين بنلف ومفيش فايده. طب وبعدين؟ احنا مش ساكتين والله. كل الكلام ده ما منوش فايده. الجلسه بكره في المحكمه. طب وايه الموقف دلوقتي يا متر؟ الموقف صعب، القضيه قضيه حجر. لما يبقى الوالد مش موجود كده هندخل تحت بند المفقود. حلني بقى ولا خمس سنين في المحاكم. لا الكلام ده ما ينفعناش، البنك مش هيستنى. كريم سامح لازم تتصرفوا. طب احنا مش ممكن نجيب واحد تاني نخليه يحضر الجلسه على اساس ان هو بابا؟ دي ليها ترتيبات تانيه، ضرب بطاقه واوراق، وللاسف مفيش وقت. وجلسة بكرة دي يا متر ما ينفعش تتأجل؟ ده آخر تأجيل. طب ما حضرتك تسدد لنا نصيبنا من القرض لغاية ما نلاقي بابا. وهو أنا لو كان معايا فلوس كنت شاركتكم الأول؟ بقول لكم إيه؟ إحنا مشاركين بعض في السر إنما في البنك إحنا الأربعة واخدين القرض. يعني السجن والفضيحة هيبقى علينا كلنا، زينا زي بعض. لو النبي ما تقول كده. لا إن شاء الله ربنا مش هيجيب فضايح، وبعدين إحنا عمرنا ما عملنا حاجة وحشة لحد عشان يحصل لنا كده. يا جماعة لازم نهدى شوية ونفكر هنعمل ايه بكرة. لو القضية دي اتشطبت حليني بقى على ما نبتدي اجراءات من جديد. الله طب تفكر يا متر، مش دي شغلتك؟ الو، ايوه انا. ايه؟
حضرتك متأكد؟ طيب أنا جاي، أنا جاي لحضرتك حالا. شكرا. بابا محجوز في الاسم. إيه؟ إيه؟ أنتوا قاعدين؟ يلا. زي ما بقول لحضراتكم كده، جالنا بلاغ عن خناقه. لما الدوريه اتنقلت لهناك لقينا ماسك في خناقه الراجل ده، تقريبا كان هيموته. وايه سبب الخناقه سيادتك؟ الولد بيقول انه كان عايز يسرقه. الله، يعني الراجل اللي بابا ضربه ده حرامي؟ لا مش حرامي، لما فتشناه ما لقيناش معاه اي حاجه. زي ما حضرتك شايف اهو، موظف محترم على درجه وكيل وزاره. ايوه شكله محترم اهو ومش حرامي. امال في ايه؟ لاحظت ان حاله الولد مش طبيعيه، تقريبا كده مش مركز كلامه، مش راكب على بعضه. بيتهيألي في حاجة مش كده؟ هو عنده زهايمر سعادتك، بس تحت العلاج. زهايمر، أنا قلت كده برضو، عشان لما لقينا نمر سامح بيه في الورق اللي معاه ما كانش عارف نمرة مين ده. إيه؟ إزاي بقى بتسيبوه يخرج كده لوحده؟ يا أمين طلع متهم الحجز. الحقيقة هو مختفي بقاله فترة، خرج من البيت ومحدش عارف هو فين، والفترة اللي فاتت كلها كنا بندور عليه. طب الحمد لله يا بدر، أهم حاجة بس إطراد الراجل اللي اتضرب ده، أي شكل من الأشكال يعني، عشان مصلحة الوالد. يا قصير يا قصير كده. الحظ خدمنا خدمة العمر. محمود يبقى معاكم من بدري بكرة في المحكمة، وانت طبعا جاهز يا متر. طبعا المحضر بتاع النهاردة هيفيدنا قوي، وانا ظبطته كويس قوي مع الظابط. اموت واعرف كان غطسان فين بقاله اسبوعين. ما انت شايفة اهو يا حبيبتي، كلامه كله متلخبط وما تعرفيش تطلعي منه بوعد نافع. انا قلقان عليه قوي، اللخبطة دي سببها ايه؟ يبقى كويس قوي لو فضل متلخبط كده لحد بكرة. طب لو بابا جاي بكره قدام القاضي وما تلخبطش وانكر كل حاجه، هنحلها ازاي دي بقى؟ احنا جاهزين لكل حاجه يا استاذ سامح، الشهادات الطبيه والتقارير ومحضر رسمي بشهاده الضابط نفسه والراجل اللي انضرب، كل الحاجات دي هتدعم طلباتنا، بس المهم ان يكون قدام القاضي بكره. أستاذ محمود، ما هي أقوالك فيما هو منسوب إليك؟ أستاذ محمود؟ أيوه نعم. إيه أقوالك في موضوع الزهايمر ده؟ مش عارف إزاي يعني؟ في تقرير من الدكتور بتاعك، وفي بيان بروشتات الأدوية اللي أنت كنت بتاخدها، وفي كمان محضر معمول في اسم مدينة نصر امبارح يؤكد كل كلامته. شوف سعادتك، أنا ذاكرتي دي حديد، أنا لا يمكن أنسى أي حاجة حتى لو حصلت من 30 سنة. وعندك شحيبر أبو دومة ممكن تسأله في الموضوع. مين شحيبر أبو دومة؟ ولادي. أيوه بس أنت ولادك اسمهم سامح وكريم. أمال أنا قلت إيه؟ أنت قلت شحيبر وأبو دومة. لا أنا قلت سامح وكريم. أنت متأكد يا أستاذ محمود إنك ما قلتش شحيبر وأبو دومة دلوقتي حالا؟ شفت بقى سعادتك، مين فينا اللي بينسى؟ طب يا استاذ محمود شكرا. تحجز القضيه لجلسه 13/10 للنطق بالحكم. اتفضلوا حضراتكم. اللي بعده. السلام علي المواردي. يعني ايه اللي عمل ابوكوا ده؟ ما احنا كلنا عارفين انه ما عندوش زهايمر. طب مش يمكن الادويه اللي بياخدها دي اثرت عليه؟ بتتكلم يا شاكر، انت مش قلت ان الادويه اللي اديتها له دي هتخليه مهزوز بس؟ ايوه هو ده الاثر الطبي اللي نعرفه، بس مع السن ممكن تكون الادويه اثرت على الذاكره. يعني جاله زهايمر بجد؟ حتى لو جاله زهايمر بجد، ما هو ده اللي احنا كنا عايزينه. لا طبعا، احنا عايزين نكسب القضيه، مش عايزين ناذي بابا. النتيجه واحده في الاخر. المهم انكم كسبتوا القضيه خلاص، يعني كلها اسبوعين وتحطوا ايديكوا على كل حاجه. هو ده المهم دلوقتي. صح، انتوا بقى لو هتضعفوا ولا هتنخوا افتكروا السجن والفضايح اللي هتحصل لنا كلنا،
وبعدين لما تحطوا ايديكم على الفلوس ابقوا عالجوه بيها عشان ضميركم يستريح. ده احمد بتاع البنك. طمنوا بقى. الو. ايوه يا استاذ احمد. ايه؟ ده حصل امتى الكلام ده؟ طيب يا استاذ احمد. انا هبعدي عليك. شكرا شكرا. في ايه؟ ابوك سحب كل ارصدته من البنك. يعني ايه؟ مش عارف. يلا بينا. على فين؟ نروح نشوف ابوك عمل كده ليه؟ سامح بيه. سامح بيه. في ايه؟ كنت عايزه اقول لكم على حاجه بس كده قبل ما تطلعوا المحكمه. في ايه؟ ما تخلصي. انا دخلت عليه في الاوضه لقيته في الحمام، لقيت شنطته مفتوحه، ما تسالونيش ليه يعني، المهم بصيت فيها لقيت فيها عقود وشويه ورق كده، وقلت لازم اقول لكم. عقود ايه دي؟ عقد بيع العربيه وعقد تنازل عن الفيلا لدار الايتام ده بعد ما يموت، وكمان عقد بيع العزبه وفيلا الساحل. يا نهار اسود، والحاجات دي كلها باعها امتى؟ تواريخ العقود كلها في الفتره اللي هو اختفى فيها. والعقود دي فين؟ عنده في الشنطه. يا رب يا رب، احنا عملنا ايه بس في دنيتنا عشان يحصل لنا كل ده؟ هو فين دلوقتي؟ موجود فوق. لا احنا لازم نحط حد للي بيحصل ده. تعال. يلا طبعا. ايه يا بابا ده يا بابا؟ الله الله الله، ايه يا بابا في ايه؟ ايه الجواب اللي جالي ده؟ ده جواب فصل من المدرسة. يعني بتزوخ يا بابا؟ الكلام ده وانا في اولى اعدادي. وهي اولى اعدادي دي شوية. ايه ده؟ بطلت يا بابا؟ فاشل يا بابا. ما فيش حاجة يا بابا، الكلام ده من زمان والله. يا ابو كحكة ممنوع عنك المصروف. ماشي. وما فيش بليلة الصبح. ما فيش بليلة. ما بحبهاش. ماشي. الحقني يا سامح. رايح اجيب حاجه من العربيه وجاي. ليه ما تبقاش زي اخوك سامح؟ عاقل وشاطر وعارف ان هو لسه في الاعداديه ومقطع نفسه في المذاكره. تعيش يا حاج. تشرب سجاير من ورايا يا كلب. ايه؟ انت متصور ان انا مش عارف؟ انا ما فيش حاجه تعدي على بابا. يلا يلا اطلعوا على فوق عشان هحميكوا. ايه؟ هحميكوا وبعد كده اذاكر لكم. يلا يلا يا عم. يلا ايه بيقول لك هحمينا؟ يلا يلا يا كريم. يلا 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 ورانا مذاكره. يلا يلا يلا. تليفكم بقى، تليفة العمر. ودول بامبرز عشان تلبسوهم بعد ما تستحموا عشان البلاوي اللي بتعملوها بالليل وانتوا نايمين. يا سامح ده ايه الليفه اللي في ايده دي بيلايفوا بيها الحصانه يا عم؟ اسكت اسكت، خلينا نخلص. شايف اخوك العائل؟ وريني تحت بطاطك. بطاط ايه؟ تحت بطاطك. اتفضل. اي 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 اخلص. اي اخلص. حاضر حاضر. لا دي نظيفه، دي نظيفه والله والله يا حاج، نظيفه يا حاج. انا مستحمل. اخلص يا ولد. حاضر يا حاج. اخلص. حاضر يا حاج ليف. لا لا لا، ايه ده ايه ده؟ لا دي مش البطاطا، خلينا في البطاطا. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، وحشني قوي. يا جماعه مش هو ده اللي كنتوا عاوزينه؟ عاوزينه ايه بس يا دكتور؟ انت ما شفتش عمل فينا ايه امبارح؟ ده كان بيعدي الليفه من اي حته. زي ما قلت لكم قبل كده، احنا لازم نهاوده في كل حاجه لحد الحاله ما تستقر. والحاله دي هتستقر امتى ان شاء الله؟ ده باع كل حاجه وسحب الفلوس. هو ده الزهايمر. المريض بيهتز وبعدين يستقر. ربنا يسهل ويستقر بسرعه ويقول لكم ودى الفلوس فين. وهو كان عنده زهايمر من اصله؟ والادويه اللي كنا بنديها له يا استاذ كريم، ايه؟ نسيت ولا ايه؟ الله يخرب بيت الادويه على الزهايمر، على كل حاجه. اهدى يا كريم، اهدى يا كريم. مش كده. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ده انا مش عارف اقعد بالبامبرز اللي ملبسهولي. حكايه كده مش هتنفع. الوقت بيعدي والبنك مش هيستنانا. لازم يبقى في خطه تانية نعرف بيها مكان الفلوس. الفلوس دي عشانك انت يا منى واجلال والباقيين. دول اكتر من الفلوس اللي كنت هتاخدوها من ولادي. انا بصراحه ما كنتش مصدقه انك انت هتقدر تقنع الناس ان هم يبقوا في صفك ويغيروا اتفاقهم مع سامح بيه.
الفلوس تعمل اي حاجه. بس انا ما عملتش كده عشان الفلوس. انا بصراحه عملت كده علشان ندمت اني اشتركت في لعبه زي دي. انا عارف، عشان كده انا اعتمدت عليك في حاجات كتير. خد الفلوس يا هنا. طب وناوي تعمل ايه دلوقتي؟ بص يا منى، كل اللي حصل ده معناه ان انا ما عرفتش اربي ولادي كويس. هما دلوقتي هيقرروا انهم يجوا يقعدوا عندي في البيت، ولما هيجوا هربيهم من اول وجديد. طب افرض ما جوش؟ هيجوا، دول ولادي وانا عارفهم. نعيم يا بابا، احنا جينا نقعد معاك هنا في البيت يا حاج عشان نخدمك في اي حاجه انت تعوزها. احنا برضو لازم نكون جنبك خصوصا في حالتك دي. طبعا يا انكي، واي حاجه هتعوزها احنا هنعملها لك. ايه يا ملك، ما بيجيش تسلم على جده ليه؟ انت لسه فاكرني يا جدو؟ انت قلت لها ايه؟ تعالي في حضن جد. الله، انا لو نسيت الدنيا كلها مش ممكن انساك يا مالك. تعالي بقى عشان اوريك انا بحبك قد ايه. خدوا راحتك يا بابا، احنا قاعدين هنا. خدوا انتوا راحتكم. ادي بوس. الله، كل واحد فينا يدور في حته في البيت، اكيد مخبي الفلوس هنا. وهو معقوله برضه يخبي ملايين في البيت؟ والله ممكن يخبي ملايين في البيت. كريم، ما قدمناش حل تاني، مفيش ولا مليم في البنك. ممكن نلاقي الفلوس هنا في اي حته. وافرض ما لقيناش حاجه؟ مش عارف بقى. بس اكيد هنلاقي ورقه، مستند، او اي حاجه تدلنا على مكان الفلوس. يسمع من بقك ربنا. كلها يا جدو عشان تعرفي ازاي انا فاكرك. كلها بتاعتي؟ كل اللعب دي بتاعتك، هنقعد نلعب بيها، ولما تزهقي منها هجيب لك لعب تاني نلعب بيها سوا برضه. طب وهم مش هيلعبوا معانا؟ لا، هم عندهم لعبه تانيه بيلعبوها، ملناش دعوه بيهم. يلا احنا بقى نلعب اللعبه بتاعتنا. شنكة حبودة سنكة حبيبة شنكة حبيبة. الحتة دي تبقى شوفي ايه دي. جد صدق الله العظيم. ايه؟ نام كلهم يا جد. كويس قوي، عشان انا عايز اقول لك على سر. سر ايه؟ سر كبير قوي، بس اوعي تقولي لحد. حتى ماما وبابا وعمو سامح ومساتي في المدرسه. اه، ده انت كده هتقولي لمصر كلها. خلاص مش هقول له. لا، انت هتقولي له، بس هقول لك بالظبط امتى تقولي له. Okay.
بابا ده انت هتقتلنا ولا ايه؟ في ايه؟ موسم البط ابتدى. بط؟ ايوه بط. الناس ان انا صياد بط قديم ولا ايه؟ يلا عشان هنروح الفيوم نصطاد بط هناك. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. حاضر. قوم غير هدومكم. حاضر. وبعد ما صح اخوك اخوه هو اسمه ايه؟ سامح. سامح ايوه. ايوه سامح. يلا. سامح. يلا يلا تحت استهبلي يلا. فين ايه بطيء يا بابا؟ على استهبل بط قوم. بطيء بطيء. يلا اصحى انت وهو. انا مش عايز دلع فاهمين ولا لا؟ حاضر مش عايز دلع. حاضر يلا اصحى انت وهو. انا هسبقكوا على التلبيده وانتوا حصلوني بالمركب. يلا اصحوا البط اللي يقع تلموه على طول فاهمين؟ حاضر يا رجلها مفقفقه مش قادر اقف. اه ياما 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 ياما. محمود بيه عايزكوا في الجنينه. عايز ايه؟ معرفش. الحاج اللي انت عامله ده يا حاج. يلا يا كريم. يلا ايه؟ يلا البس. البس ايه يا حاج؟ بطوله العالم قربت، هنعمل بطوله العالم الداخليه دلوقتي. يلا داخليه ايه؟ يلا يا كريم. يلا ايه يا عم؟ ما يلا انت، ده عمره في حياته ما لعب بوكس، يعني هيقعد يضبش فينا لغايه ما النهار يطلع. بتسكت بقى يا كريم، ناقص كمان تروح تقول على اللي احنا عملناه كله. انا مش عايز العب. انا بقول لك ايه، استرجل احسن والله العظيم انت حر. بس 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 انا هحلها لكم. بص بص إيه؟ انت هترفع ايدك كده. إيه؟ هترفع ايدك كده. ارفع ايدك. ارفع ايدك. ايوه ايدك فوق. ايوه وضم دول كده عشان تحمي وشك. والنضاره؟ هات النضاره. هاتها. ارفع ايدك فوق. ايوه اهم حاجه وشك. اهم حاجه تحمي وشك يا كريم. حاضر. يلا البس يا بطل. لا انا شكلي هلبس بجد. بيبي جود لك. خطتني اديله شمال يمين وهوب في فم المعزه. فم الايه؟ المعزه. فم المعزه ازاي؟ في حاجه اسمها فم المعزه؟ معلش. نادس عند جلد النعم مع البطوله الدوليه العالميه الداخليه ما بين الحاج محمود شعيب وولده كريم في وزن الدبانه. يا باري بين الناس حدا حياتي كان. الهيئة 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 الهيئة
حسبي الله ونعم الوكيل. قعدت تقول لي احمي وشك احمي وشك، اتاري في حاجات تانية اهم كان لازم احميها. يا اخي انت اللي مش عارف تلعب، انت اللي غبي. سامح. نعم. يلا دورك. نعم. قابل يا معلم. حودة 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 حودة. اتفرج عشان تتعلم البوكس يعني. ها؟ فتح النبي نقبل هيك من حاج محمود شعيب. يا عالم الغيب اكرم لنا الحاج محمود شعيب. خش عليه خش عليه خش عليه خش عليه خش عليه خش عليه خش عليه. اتعلم. المهم انت اللي تكون شايف. اعمل لك كمادات يا حبيبتي. بتيجي نلعب البتاع ده؟ اللعبة إنسانية، كلها إنسانية. يا سامح الوقت بمر، أنا بأجل قرار الإدارة القانونية على قد ما أقدر، بس هيجي وقت مش هعرف أعمل أي حاجة. ما تقلقش يا باشا، ما تقلقش. إحنا كلها أسبوع هناخد الحكم وهننفذ. احنا بس مشكلتنا دلوقتي ان احنا مش عارفين هو سحب الفلوس وحطها فين. العب يا باشا، اتفضل. برافو يا باشا، برافو. اسمع لما اقول لك، انا اخري معاك لحد ما تستلم حكم المحكمه. بعد كده انا ماليش دعوه نهائي باي حاجه. الاداره القانونيه هتحول الموضوع كله على النائب العام. ساعتها انا ما اعرفكوش. مفهوم يا باشا، مفهوم. اتفضل اتفضل. يا امجد، ها ايه الاخبار؟ تاني نزلت تاني يا امجد. لا انا عارف البورصه دي هتجيبها جالنا ولا ايه. طب يا امجد يبقى في جلسه بكره. كويس قوي ان انت مشيتهم احسن ما يقعدوا يتفرجوا علينا واحنا عمالين نتهزق عمال على بطال كده. او كده بقى نقعد احنا وهو لوحدينا لحد ما نعرف بقى ودي الفلوس فين. على فكره هيفضل يلعب بينا كده لغايه اما نلاقي نفسنا فجاه قدام النيابه. طب ما نقول له كل حاجه بصراحه يا حبيبتي. ما هو اكيد بابا برضو مش هيرضيه ان احنا نتسجن. يا سلام، انت عايزنا نقول له ايه بقى؟ ان شاء الله. بعدين ابوك عمره ما هيفهم قصص البورصه والبيزنس الكبير اللي احنا بنعمله ده. خلاص نحاول نفهمه. نفهمه انت كمان؟ هو احنا لسه هنفهمه؟ بقول لكم ايه، احنا خلاص قطعنا مشوار طويل قوي ولازم نكمله. مظبوط يا حبيبتي، كلامك صح. كريم، لازم نلاقي طريقة نعرف بيها أبوك كان فين الفترة اللي اختفى فيها. طبعاً. مامي 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 أنا عارفة هو كان فين. عارفة؟ عارفة إزاي يا ملوكة؟ هو قال لي. طب كان فين؟ عند مراته. إيه؟ إيه؟ عند مراته، أصل اتجوز. أتجوز إيه بس يا ابني أنت وهو؟ معقول أنا برضو بتاع الكلام ده؟ يا بابا مش يمكن حضرتك اتجوزت بس ناسي؟ آه زي ما نسيت أنت شلت الفلوس فين يا حاج؟ فلوس إيه ونسيت؟ طب الفلوس ممكن تتنسي. الجواز برضه حاجة تتنسي؟ لا طبعا. تتنسي ازاي؟ ما يتنسيش طبعا. امال ايه انكل الكلام اللي بتقوله مالك ده؟ يا رأفت يا بنتي نجلة. يا ماجدة يا بنتي نجلة. نجلة مين؟ نجلة مراتي. يا بقول لك ايه؟ حد يمشي ورا العيال برضه؟ ها؟ شغالي مخي. طيب افرضوا انا اتجوزت، هخبي ليه؟ خايف منك انا؟ طب ما تقول لنا بقى شايل الفلوس فين؟ يوه كل شويه اقول لك الفلوس الفلوس يا بابا. على فكره هو انت ما تعرفوش حاجه غير الفلوس. ايوه بس كل حاجه الفلوس. انت الفلوس كده الميه حاجه كده. ايه يا حاج ده يا حاج؟
انا مش مصدقه. بالعكس بقى، انا مصدقه جدا، لعلمك بابا لا يمكن يعمل كده. ليه بقى ان شاء الله؟ هو الموضوع يحتمل الشك. شك ايه بس يا كريم، انا متاكد ان هو عملها. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده يا سامح. معقوله بابا يتجوز؟ خلاص انا هشوف مالك جايب الكلام ده منين. يا كريم. ايه بابا؟ تعالى لي على المكتب، عايزه روح روح. خش يا بابا. خد القلم ده امسك، وخد الورق ده واكتب اللي هقوله لك. اكتب ايه؟ حمليك. ده اتفضل يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتي العزيزة. الحقني يا سامح، يا سامح. ايه في ايه يا كريم؟ تعال شوف المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه ايه؟ طلع متجوز. كان بيحليني جواب لمراته. الحكايه دي بجد يا بابا؟ والله باينها بجد يا موح. لا بقى كده كتير، انا عندي نتسجن احسن من اللي بيحصل لنا ده. انا مش قادر استحمل. الله، جرى ايه؟ استحمل. حضرتك كنت عايز تبعت لها جواب مش كده؟ مش لما ملوه له الاول؟ لا لا، ما تمليهوش حاجه، انا اللي هكتبه وانا اللي هبعته، بس عايز اعرف اسمها وعنوانها الاول. اتفضل. اسمها ايه؟ ده انا جوزتها اسمها ايه؟ انا كنت كاتب اسمها في ورقه هنا. كان ايه خاف ده انسى اسمها. منى يا كريم. تشربوا حاجة؟ شكرا يا حاجة. ايه سر الزيارة الكريمة دي بعد ما طردتوني من البيت؟ اظن يعني بابا ما ينفعش يسمع الكلام اللي هيتقال دلوقتي، ولا يعرف الاتفاقات اللي كانت بينا. انا مش فاهمة ازاي سمحتي لنفسك تعملي حاجة زي كده. يا سلام، ما انتوا كنتوا عايزين تلهفوا فلوس. اشمعنى انا يعني ما ينوبنيش من الحظ جانب؟ الله، هي مش اخدت الفلوس اللي طلبتها؟ لا ازاي، البحر يحب الزياده. بحر ايه وزياده ايه؟ ما تتكلم كويس يا سامح بيه. الفلوس اللي انت اديتهاني انا ما صرفتش منها ولا مليم، ولو عايزينها كلها انا ممكن ارجعها لكم عادي يعني. طبعا ترجعيها. ما ترجعهاش ليه؟ ما واضح انه صارف ومنغنغ ومظبطك يعني. ما تكونوش فاكرين ان الحكايه حكايه فلوس. امال انت عايزه تفهمينا ان انتوا مرتبطين من ايام الجامعه؟ التاريه يا اخويا التاريه. استنى يا كريم، وانتوا بقى اتجوزتوا عرفي ولا رحتوا كتبتوا عند مازون؟ لا طبعا عرفي. الله اكبر. الورقه معاكي ولا معايا؟ الورقتين مع محمود بيه، انا سلم له رقبتي وانا مطمنه. حلو قوي حلو قوي. قومي. على فين ان شاء الله؟ هنروح دلوقتي على البيت هنخلص القصه دي. لحسن قسما بالله ما يحصل لك كويس يا منى. ايه ده، انت هتهددني ولا ايه؟ حط في اعتبارك ان في حاجه اسمها محكمه الاسره، ودي هتجيب لي حق يعني هتجيب لي حق. وبعدين انا ممكن ابقى حامل. حامل؟ يا نهار اسود. سامح ما يقصدش خالص انه يهددك يا منى يا حبيبتي. وبعدين احنا عايزين نخلص من البلوه دي بسرعه، وكل شيء له حدود. يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي، ربنا يهديك لما نشوف اخرتها معاكوا ايه. يلا اتفضلي. حاضر. بابا احنا جبنا منى عشان لازم نحل الموقف اللي انت حطيتنا فيه ده. بقى موقف ايه؟ بابا بلاش الطريقة دي، احنا خلاص عرفنا ان انت اتجوزت منى عرفي. يا لهوي، اتجوزت عليا يا محمود؟ دي اخرتها برضو يا حودة، تتجوز عليا دي؟ انا اتجوز عليك برضو يا جلجولة؟ معقول؟ امال ايه اللي انا بسمعه ده؟ ده كلام شغال دماغي. انا اتجوز المعفنة دي؟ ها؟ دي شبه كوز الدرة. ها؟ انت حياتي يا جلجولة. لا لا مش وقته يا حودة، العيال واقفين. انت جاي من ابو ريش؟ البيت اتهز كده ليه؟ في حاجة دبت. تحت امرك يا سامح بيه يعني. كنت عايزني حاجة؟ من الآخر كده،
تاخدوا كام ونخلص القصه دي؟ لا 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 لا، على فكره انت فاهم الموضوع غلط خالص. يا سلام، انت عايزه تفهمينا انه اتجوزكم انتوا الاثنين عن حب وليه لا؟ انت بقى تخرصي خالص، لان انا مش طايقك، لان اتكلمتيني في التليفون وقلتيلي انه خرج وما تعرفيش عنه حاجه، تقومي تطلعي متجوزاه؟ ما هو فعلا جه قاعد عندي بس دول اربع ايام بس. وبعد ما زهق منك راح اتجوز زلقله دي. والله يا نجله، ده هو يوم بليله في بيت امي وبعد كده ياخدش فص ملح وداب. يعني ايه؟ يعني الاسبوعين اللي هو اختفى فيهم دول احنا فعلا ما نعرفش عنه اي حاجه خالص. حلو قوي، يعني قاعد عندك اربع ايام وقاعد عند الهانم يوم بليله، مش كده؟ بس مش اي ليله، ده ولا الف ليله وليله، هارته بقى ضحك ولعب وشقلبزات. شقلبزات؟ قصدك ايه؟ قصدك ان هو يعني ما كانش مبسوط معايا؟ اكيد يا اختي، هو لو كان اتبسط معاكي كان اتجوز عليكي ليه؟ ها؟ لا يا حبيبتي لا، ده خاف على نفسه من حسدك منه متجوز واحده زيي، فقام واخدك كده عشان يغزي بيك العين. يغزي بيا العين ليه؟ خرزه زرقاء؟ بعدين الصراحه انا نفسي تروحي تبصي لروحك في المرايه الاول وبعد كده تتكلمي. مرايه مين يا ام مرايه؟ يا بواقي الستات الجامعيه. لا صراحه انا كده مش هسكت. بس بقى الله، انتوا هترضحوا لبعض وانا قاعد ولا ايه؟ يعني يرضيك كده يا كيمو؟ كيمو يا سفله. بس يا كريم، بس يا منى. ايه ده؟ انت هتقولي منى خاف كده؟ ما انا عايزاني اقول لك ايه ان شاء الله. قولي يا طنط. قابل يا معلم. ما تبس بقى يا بنت انت وهي، خلصنا. خلاص، خلينا نتكلم في المهم دلوقتي ونشوف طريقه نخلص بيها من اللي احنا فيه ده. زي ما اتجوزكوا هيطلقكوا، ويا دار ما دخلك شر. واللي انتوا لهفتوه حلال عليكوا. لهفنا ايه؟ ده كان بيستلف مني. من الاخر كده، هتدفعوا كام وانا اجيب لكم العقود؟ اهو كده الكلام. انتوا عايزين كام؟ 200,000 جنيه زي ما قلت لي بالظبط. كويس قوي، هاتلي بقى كام ورقه وقلم لفابريك كام عقد جواز عرفي عشان الحكايه تبقى مسبوكه. طب هروح انديك ليه؟ لا اجلال مين؟ انا اللي حمضي بدل اجلال وبدل الشهود وكل حاجه، بس المهم ما تديهمش الورق اللي ما تاخد الفلوس. هنجيب لهم 200,000 جنيه منين دلوقتي؟ نتصرف يا اخي، نتصرف. هي دي شغلانه؟ انت عايزهم يبوظولنا الموضوع كله بالعقود اللي معاهم دي؟ انا ممكن ابيع سختي بس بعد كده هنتحاسب. نجله، صيغه ايه اللي هتبيعيها؟ اسكت انت. شوف لنا جرام الذهب وصل كام دلوقتي. متشكرين يا حاجه. دي امي، ربنا يحفظها لك. الفلوس هي محمود بيدول 200,000 جنيه. خديهم انت، حلال عليكي. خدهم ايه بس يا محمود بيه؟ الفلوس دي مش بتاعتي، وبعدين احنا اتحاسبنا خلاص، وانا خدت اللي احنا اتفقنا عليه. انا فاكر ان احنا اتحاسبنا. طب هقول لك على حاجه، خد الفلوس دي وزعها عليكي وعلى الناس بتوعنا اجلال والباقيين، دول غلابه برضه. انا بيتهيالي كفايه اللي انت عملته سامح بيه وكريم بيه، ما تنساش ان هم في الاخر ولادك. المصيبه انهم ولادي، ربيتهم وكبرتهم وفي الاخر يعملوا في ابوهم كده. محمود بيه، انا لو كنت اقدر اختار لنفسي اب ما كنتش اخترت حد غيرك. ها، دورت في كل الاوض اللي تحت برضه ملوش اثر. فتشت في كل الدواليب حتى هدومه خدها. يبقى اكيد خرج في الفجر. يا ترى المره دي هيغيب قد ايه؟ ولما يرجع هيكون محضر لنا ايه؟ المهم هو راح فين دلوقتي؟ احنا لازم نلاقيه عشان نعرف مكان الفلوس بقى. هيكون راح فين يعني؟ بيروت. ايه؟ محمود بيه سافر النهارده في طياره 7 الصبح. واحد من لبنان اسمه عدنان كلمني وقال لي انه وصل عنده من ساعه وساب لي العنوان. يا دي المصيبه، بيروت. تفتكروا بابا ممكن يكون حول الفلوس كلها على هنا في بيروت؟ ممكن طبعا. ممكن لا، يبقى ساعتها خبطنا المشوار ده على الفاضي. أنا بصراحة أبوكو ده ما بقتش فاهماه خالص. طيب في الحالة دي بقى يبقى نكمل حياتنا هنا، لأن إحنا لو رجعنا مصر وما عرفناش نسدد القرض مش هنلاقي فرصة زي دي عشان نخرج بره مصر. إيه التخريف اللي أنت بتقوله ده؟ أنت بتخرف يا كريم، أنت مش حاسس أنت بتقول إيه؟ نقعد هنا إيه؟ يلا. مساك يا نهى؟ لا، مسيو سامح. أنا كريم. وأنا نجلة، مرات مسيو كريم. اهلا وسهلا فيكم معنا بابنين، تفضل اذا بتفضل. اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. اتفضل اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي. الظاهر كان عندك حق، ما
المفروض الواحد يقعد هنا شويه. يا ريت اسامح. لا انا بتكلم عليا انا مش عليك. احنا بقى لنا ساعه طالعين على الجبل. انت خطفانه ولا ايه يا سكر؟ يا ريت يا اخي، يا ريت تكون خطفانه. لا خلاص وصلنا البيت هون. منين بقى من لبنان؟ بيروت. قد على ناس، قد على ناس. مش فاهمة حاجة خالص. معقول يعني القصر ده يكون بتاع بابا؟ يعني ايه؟ تحاول الفلوس عشان يشتري القصر ده؟ مش عارف. للأسف هيدا القصر مش لمحمود بيه. هيدا القصر إلي. أنا عدنان أشقر. إذا بتركزوا شوي أكيد بتتذكروني. زمان أيام تجارة الموسكي كان في شغل بينه وبين محمود. صحيح الشغل انقطع. لكن الصداقة بقيت واستمرت. ايوه اهلا وسهلا. انا افتكرت حضرتك كنت بتزورنا واحنا في البيت. برافو، اتفضل يا شرف. انا اتصلت بالمتر لما شفت انه حاله الوالد مش مظبوطه شوي، وهيدي الحكايه لازم لها دقه وتركيز. وبابا فين؟ حكايه ايه يا فندم وسهلا؟ الحكايه اللي جالي محمود بيه عشانها لحد هنا. فلوس؟ البضاعة. ضاعت ايه؟ بابا مبطل شغل من زمان حضرتك. شفت كيف انت اتفاجأت؟ انا اتفاجأت مثلك لما اجا محمود وطلب مني شغل. بس لحظة، متهيألي انه انتم ما عندكم ادنى فكرة عن الموضوع. كل اللي نعرفه انه انكل هنا. وبليز لو في اي حاجة تانية احنا ما نعرفهاش يا ريت تقولها وبسرعة. طب خلينا نبتدي من الاول. لما جاني محمود اخر مره، كان ده من حوالي اسبوعين لما اختفى عنكم، طلب مني كميه كبيره من البضاعه ودفع لي كل المبلغ كاش. بضاعه ايه؟ هيدا شغل جديد ما له علاقه بتجاره ايام زمان. ايه دي؟ دي البضاعه اللي اشتراها محمود. دي تطلع ايه بقى؟ كوكايين. ايه؟ زي ما سمعتوا، محمود فهمني انه عم بيمر بازمه ماليه، وانه عليكم قروض كبيره للبنك، والكاش اللي عنده ما بيكفي هذه القروض. فمشان هيك طلب مني شحنه لمره واحده على اساس بعد ما يبيعها بسد حقوق البنك، والمبلغ اللي بيبقى له بيبقى مبلغ مضاعف عن المبلغ الاول. انتوا مش كنتوا بتدوروا على الفلوس؟ الفلوس قدامكم اهي. ايوه بس دي مخاطره كبيره قوي. وبعدين الحاجه دي هنعمل فيها ايه؟ هتنزلوا بيها مصر وتبيعوها هناك، وانا راح ادلكم على التاجر هوني اللي بياخدها وبيعطيكم كاش. فكروا شوفوا هتعملوا ايه. تعالى عدنان عايز. تفتكر هيقبلوا؟ أتمنى من كل قلبي عدنان إنهم يرفضوا. خلاص؟ خلاص هنبقى تجار مخدرات؟ إذا كان أبوك تاجر كبير. لا ما أنا مش قادر أصدق الكلام اللي بيتقال ده بقى. بص، إحنا مش هنرجع مصر. إحنا هنقعد هنا وكفاية قوي اللي حصل. يا سلام. نقعد هنا نعمل ايه بقى ان شاء الله؟ يا ابني اللي زينا ما لهمش شغل غير في مصر.
الشغل اللي بنعمله في مصر ما نقدرش نعمله في اي بلد تانية، فهمت؟ شوفوا بقى، احنا ما قدمناش حل تاني، نرجع بالبضاعة دي مصر ونسلمها للراجل اللي قال عليه عدنان يومين تلاتة وهيصرف لنا البضاعة ويدينا فلوسنا، ساعتها هنسدد قرض البنك. ويا دار ما دخلك شر. غلط، غلط كبير. هو ايه اللي غلط يا سامح؟ ما احنا ايه اللي يخلينا نديها للراجل اللي عدنان قال عليه ده؟ احنا لو بعنا البضاعة دي قطاعي من غير وسيط احنا هنكسب اكتر بكتير جدا. قطاعي؟ لا انا مش قادر اصدق اللي انا بسمعه. انتوا فاكرين ان احنا هنعرف نعدي بالحاجة دي من المطار؟ يا ابني الناس دول لهم طريقة يخبوا بيها البضاعة. وبعدين اللي اسمه عدنان ده ممكن يساعدنا في حاجة زي دي؟ بالظبط. بعدين احنا لا تجار ولا مهربين ولا الكلام ده كله. الحاجات دي ما بتتمسكش يا كريم الا بتحريات مراقبة اخبارية. يعني لو عدينا عادي كده هنعدي ومش هنتمسك. فاهمني يا كريم؟ لا. لا انا لا يمكن اعمل حاجة زي دي ابدا. احنا كده يا اخوانا هيبقى بنضحي بكل حاجة. يا سلام. ما انتوا قبل كده كان عندكم استعداد تضحوا بكل حاجة وتقريبا عملتوها وضحيتوا بابوكوا. بيتهيألي بقى جه الوقت دلوقتي ان انتوا تضحوا بشوية مبادئ عشان تنقذوا نفسكم وتنقذوني معاكم. سامح انا خايف قوي. اقول لك ايه، امسك نفسك بقى، لو حصل اي حاجه تسيبني انا اتكلم، ما تفتحش بقك انت. وتصرف طبيعي خالص عشان ما حدش ياخد باله مننا. سيبني انا اتكلم. انا مش هتكلم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك يا فندم. انتوا مع بعض؟ اه طبعا مع بعض. اهلا وسهلا. وجاي منين؟ من بيروت يا فندم. بيروت معاكم حاجه تجمرك؟ لا حضرتك دي كلها يعني هدوم وشوبينج، جبنا شوبينج. طب اتفضلوا معايا نفتش الشنط. يلا اتفضل. اتفضل يا فندم. الشنطه فيها جيب سحري. ايه ده؟ ده يا بابا 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 يا بابا يا تاكل كوكايين، ده مش بتاعنا. يعني انت عارف ان كوكايين مش هوريين، امال مش بتاعكم ازاي بقى؟ ما هو اصل بس عموما احنا ما لقيناش الاكياس لشنط ناس تانية. الشنط دي والهدوم اللي جواها بتاعتكم ولا مش بتاعتكم؟ حضرتك الهدوم دي بتاعتنا فعلا، بس الحاجه دي مدسوسه، دي مدسوسه علينا. عموما الكلام هنا مش هيفيدكم خالص. احنا في محضر هتعمل بالواقع دلوقتي وحاسبت فيها ان الشنط بتاعتكم، وان الاستاذ كريم اقر ان فيها كوكايين، وبعد كده تحولوا على النيابه، وهناك تبتقول اللي بتقولوه. دي كميات مهوله يا استاذ، والاجراءات كلها سليمه، وبعدين التفتيش اظهر انها كانت مخفيه في جيوب سريه جوه شنطه، يعني عنصر الاعداد والترتيب واضح. منين بقى حضرتك بتقول ان تم دسها بغير علمهم؟ سعادتك هما ما يعرفوش عنها اي حاجه. ما يعرفوش عنها حاجه؟ يا استاذ لو سمحت لما تقول حاجه يا ريت تقول حاجه ينفع نصدقها. يا فندم دول ناس معروفين في الاوساط الراقيه ورجال اعمال محترمين. محترمين ولا مش محترمين، انا عندي واقعه بحقق فيها بغض النظر عن هم مين. وبعدين ده فيهم واحد اعترف. يا فندم ده مش اعتراف، ده من اثر ارتباكه توقع انكم فاهمين ان اللي في الاكياس دي ممنوعات، عشان كده قال ما يخصهمش، ده مجرد توقع. اكتب يا ابني، ترسل للاحراز للمعمل الجنائي لتحليلها وموافاتنا بالتقارير الفنيه اللازمه عنها،
ويبعث متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني. أعوذ بالله، جل وكوكايين كمان. أنا لو مكانك خدها من قصرها وألبس البدلة الحمراء من دلوقتي، ده إعدام رسمي. ما خلاص يا عم، ما خلاص، ما أنت قلت لنا الموضوع ده 100 مرة قبل كده. لا، أنت هتتخلق عليا، أنا لا فندي ولا كابتن فوق. طيب خلاص اسكت، اسكت، اقعد بعيد عننا. أنت هتحكم فيا ولا إيه؟ يا إخوانا عيب كده ما يصحش. احنا فينا اللي مكفينا ومش ناقصه بقى بصراحه. يعني انتوا المليانين واحنا اللي فاضيين يعني؟ بقول لك ايه، انا كده جبت اخري وممكن ارتكب جنايه دلوقتي. جنايه مين يا؟ لا ما اقصدش. تعال لي يا حبيبي. يا عم مقصود الحقني يا سامح، يا سامح مش الحقني. انا مش قادر يا كريم، دول كتير قوي، انت مش شايف؟ عيب عليك، ده انت اخويا الكبير يا واطي. معلش يا اسمع وتعدي يا حبيبي، يا اسمع وتعدي. انتوا جايين تعملوا علينا اولاد ناس بشويه الهلاهيل والموضه اللي انتوا لابسينها يا وليه. انت قلت لك ما تمديش ايدك عليا. لحسن والله العظيم هشوف حاجات وحشه جدا. خد يا بنت وراي. بس يا مره شويه، بس يا مره شويه. بناء على ما ورد الينا في تقرير المعمل الجنائي، فلقد تبين بعد التحليل والفحص ان الاكياس المضبوطه والمحرزه مملوءه جميعا بدقيق الطعام. وبناء عليه فقد قررنا نحن اسامه اسعد وكيل النائب العام إخلاء سبيل المتهمين من سرايا النيابة بضمان محل إقامتهم. تربيته؟ ما اتكلش إن كنت تربيته. أنت لو ما كنتوش ولادي كنت ضربتكم بالنار أول ما عرفت اللي عملتوه فيا. لكن أنا في النهاية برضو أب، كان نفسي تفوق وتيجي تقولولي على الحقيقة، لكن حبوك للفلوس عماد. يا بابا احنا خلاص فوقنا، بكرة ورقنا هيتحول للنائب العام، يعني هنتحبس. اللي يعمل في أبوه كده عشان الفلوس لازم تبقى دي نهايته. يا بابا والله يا أنا عايز. الراجل اللي تمشيه مراته يا كريم وتخليه يبيع ابوه ما يبقاش راجل. يا امكن حضرتك فاهم؟ اخلصي اخلصي بقى كريم. كريم ايه ده، انا مغلول يا كريم. ده انا مغلول. اول مره اتمنى ان انا يكون عندي زهايمر بجد عشان انسى اللي عملتوه فيا. حبيبي يا بابا، بابا احنا عذبناك كتير قوي. أنا آسف يا حاج، أنا آسف على كل اللي عملناه فيك يا حاج. أنا سددت القرض اللي أنتوا خدتوه من البنك، يعني مفيش نيابة ولا فضايح ولا أي حاجة من دي. وسبت لكم كمان قرشين تبتدوا بيهم، بس تبتدوا بجد وبشرف. لا يا حاج، لا يا حاج، إحنا ما نستاهلش كل ده. والله يا حاج على لزوم التعب ده. أنا هروح العزبة، عايش هناك، بس أنا بطلب منكم حاجة. ملك ابعتوها لي هناك، أنا اللي هربيها، اللي زيكم ما عرفش يربي. Thank you.
كويس قوي قوي ان كنتوا جيتوا بسرعه. كويس قوي. ده ضابط المباحث. المباحث ايه بس يا بابا؟ اهدى حضرتك. بصوا انا عايزكم تبقوا ناشفين معاهم، تخشوا عليهم دخله جامده، يعني شتيمه وقله ادب وضرب، ضربه باللكاكين والشلاليت كل حاجه، كل حاجه. ما تهمكوش، ما تقلقش، قطعوهم. ما تقلقش يا حاج، ما تقلقش. يلا يلا. اللحم في ناحيه والعظم في ناحيه. طب طب خالص. يلا. ايه ده ابو الحسن؟ ابو الحسن ازيك؟ سامع. ازيك يا حبيبي؟ كريم وحشني والله. ازيك يا فكري؟ ايه الاخبار؟ بارك الحسن يا بابا. مش تقول لنا شنكر حسن؟ شنكر محل مين؟ وحا عمو فكري يا بابا. عم اساس شنكر عمرو في ايه؟ شنكر عمرو في ايه؟ يا بابا الاهمال في الدواء هو السبب في الحاله اللي حضرتك وصلت لها دي. احنا صحيح ما كناش بنجيلك لان ده كان طلبك، بس احنا كنا متابعين مع الدكتور شاكر الحلقه اول باول يا بابا. انت طبعا دلوقتي مش هتفتكرني خالص، بس اسمعني، الزهايمر مرض ملوش علاج، حاله بنحاول نثبتها وما نخليهاش تزيد. عدم الانتظام في الادويه هيكبرها ويوصلنا لمراحل احنا مش عايزين نوصل لها. احنا وصلنا لها اهو. لا لا ما تقولش كده، ان شاء الله كل حاجه ملحوقه باذن الله. الحمد لله ان اللي حصل ده ما حصلش قدام حد غريب. احنا من هنا ورايح كل حاجه يبقى لازم معمول حسابها، الاكل، النوم، الصحيان، ما فيش خروج لوحدك. ها والاهم من ده كله العلاج، والا انا بعد كده مش هكون مسؤول. بقولك يا بابا، انا سابك السبب بتاعي، ما قصت اي حاجه تطلبها منك ارجوك. بابا انت لازم تسمع الكلام، عينك مش ممكن تخف من غير علاج. شافعي رايح فين يا محمود بيه؟ خارج. خارج ازاي؟ الدكتور ما كتبش لحضرتك على خروج. كاتب لي على خروج مره كل ست ساعات.
فندم ما حصلش. لا حصل بس انت اللي ناسي. افندم بالعكس ده منع الخروج خالص. يعني ايه؟ هفضل مسجون هنا ببيتي؟ لا بس هي الحالة تستقر الاول وبعد كده حضرتك اخرج زي ما انت عايز. انا ما بقتش طايق القعدة هنا. خلاص انا اتخنقت. طب خلاص نتصل بالاستاذ حسن وبقيت الشلة. وهو الاستاذ حسن وبقيت الشلة دول مكتوبين لي في الروشتة؟ دول صحابك. دول مش اصحابي. انا مش فاكر ولا واحد فيهم. وبعدين انا ماليش الجو بتاعهم ده. شفت الحاله لسه ما استقرتش. انا اصحابي حاجه تانية خالص. انا هروح لهم. على فين يا محمود بيه؟ هو الدكتور امر لك خلاص بالخروج؟ اه. راح فين يا باشا؟ انت مين؟ انا ياسر السواق بتاع سامح باشا. اه افتكرتك. اه صحيح. اوعى اوعى. ممنوع سعادتك. هو ايه اللي ممنوع؟ بقولي سعادتك ممنوع. وسع بلاش كلام فارغ. انت هنا مش عشان تمنعني من الخروج. سامح قال لي انك انت هنا عشان لو احتجت حاجه اجيبها لي. ما امرنيش بكده يا سعادتك. بالامر بايه؟ امنعك من الخروج. تمنعني من الخروج؟ لا انت ولا 10 زيك يقدروا يمنعوني من الخروج. ما بقاش الا صرصار زيك يمنعني من الخروج. شكرا يا معلم. الف شكر. بس عشان تبقى عارف انا لو كنت عايز اخرج كنت هربت. انا بس كنت بختبرك بشوف رد فعلك ايه. ناخد الدواء بقى ولا ايه؟ ايه؟ الدواء. اه طبعا لازم ناخد الدواء. لازم ناخد الدواء. ما تاخد معانا شويه دواء كده. لقمه هنيه تكفي 100. انت يا زفت يا حامد، تعال سد الفتحه دي. يجيب طائر هوا. حاجة مش معقولة. الواحد مش عارف يودي جمالك فين والله يا معلم. صحيح يعني. اه. ما تيجي تريح جنبي هنا شوية بدل اللي واقفة برا. ليل نهار كده يجيلك حمى ولا يجيلك حاجة. خلاص يا منى، لقيت ياسر كان واقف هنا ورا السور. انت كنت فين يا كلبه؟ انت كلبه حماره كبيره. يلا ودينا على السرير. جينا بسرعه اول مره دي. هو انت ما بتنامش ابدا؟ مش معقول اللي انت بتعمله ده. بصراحه بقى الناس هنا كلها تعبت معاك. انا مش عايز الناس دي هنا خالص. انا عايزهم يمشوا. يمشوا يروحوا فين بس يا بابا؟ وحضرتك هتقعد هنا لوحدك؟ ما انا طول عمري لوحدي. من ساعه ما اتخرجت من الجامعه كل واحد شايف حاله. ما حدش فيكم فكر يسال عليا. لا اللي متجوز بيسال ولا العازب بيسال. بابا مش حضرتك اللي طلبت مننا كده؟ ما هو من عمايلكم. وحضرتك مش عايز تنسى الحاجات دي ابدا؟ لا طبعا مش هنسى. انا اديتكم ملايين قبل كده عشان تشتغلوا بيهم. ضيعتوها زي العيال الصغيرين. بابا احنا عارفين الكلام ده كويس قوي. حضرتك قلته لنا قبل كده 100 مره. احنا مش عايزين منك فلوس. انت اللي اتصلت بينا قلت لنا تعالوا. مش عشان المصيبه اللي عندي دي. كويس انك عارف ان الزهايمر مصيبه. يبقى نسمع كلام الدكتور ونتعالج بقى يا بابا. زهايمر ايه؟ انا بتكلم على المصيبه اللي قمت من النوم لقيت الناس بتشتغل عندي انا ما اعرفهمش. الحالة رجعت تاني اهي. مفيش حالة من أصله. أنا معرفش الناس دول، ولا أعرف الناس اللي نزلت لقيتهم تحت، ولا أعرف الناس اللي صورهم في الألبومات. أنا معرفش الناس دي خالص. لو سمحت يا دكتور من فضلك شوف لنا حل في الحكاية دي بقى. يا محمود أنت تخرس خالص. أنا جالك اخرس خالص. اقعد تكلمش. أنا بس اللي أتكلم. أنا معرفكش. طب ما أنت حضرتك ناسي كل حاجة أهو. ده الدكتور بتاعك.
ده انت كويس انك فاكرنا اصلا. انا مش ناسي حاجه، انا فاكركم كويس، وفاكر امك الله يرحمها، وفاكر بنتك ملك ومراتك نجلاء. طب اهدى شويه يا بابا عشان خاطر. وفاكر عمك عمر، وفاكر شافي كان بيشتغل معايا في السوق. ازاي بقى فاكر كل ده وتقولوا عليه عندي البتاع اللي بتقولوا عليه ده؟ طيب 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 يا حاج، انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اخرج اروح ادي. انا متحبس بالطريقه دي. طب حضرتك قول لي، طيب عايز تروح فين مثلا؟ اروح النادي، اتمشى في وسط البلد، اشوف صحابي القدام، زاهر رشدي الله يرحمه، فؤاد صالح. فؤاد صالح انت حاضر عزاز السنه اللي فاتت يا حاج. عمكو نعيم. ايه مات ورا اخر؟ يا بابا كل اللي بتتكلم عنهم دول اموات. يبقى بكره الصبح اطلع القرافه. قرافه ايه بس يا حاج اللي انت عايز تطلعها؟ اروح لشافعي. بسيطه، ياسر ياخدك بكره الصبح يوصلك لغايه شافعي. لا 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 ياسر، لا الراجل الحقيقه عامل مجهود كبير قوي معايا. اصلا ما فيش خروج دلوقتي. محمود بيه لازم ياخد راحه لمده اسبوعين على الاقل لحد الحاله ما تستقر. انت مالك انت؟ انت حد قالك اتكلم؟ مالكش دعوه خالص. يا بابا اهدى بس شويه، دول هم كلهم اسبوعين وهيعدوا. مفيش اسبوعين، هخرج يعني هخرج. شوف يا حاج، بصراحه كده عندك ده هيخلي مفيش قدامنا غير حل واحد. ايه هو؟ يا اما ندخلك مستشفى متخصصه، يا اما مصحه نفسيه. محمود اني زعلان من ياسر، بس زي بعضه هياكل معانا بقى. ربنا يخليك لينا يا باشا. بص ياسر، احلى حاجه في الدنيا العيش والملح، يعني لما نقعد كلنا كده ناكل من طبق واحد، خد بالك نحس بالالفه، نحس ان احنا عيله. الاكله دي بقى اسمها ايه؟ ايه الاكله دي اسمها ايه؟ دي اكله صيني، شفتهم بيعملوها في التلفزيون، صحيه جدا، لا دهون ولا كوليسترول ولا اي حاجه من ده. جلجله. نعم. هات لي ازازه الصويا من جنبيك. عيني. الصويا بقى ده هو اللي بيخلي للاكل طعم. انما حكايه الطبخ دي جديده عليك يا محمود بيه. انت حمار، انت بتفهم حاجه؟ انت ناسي. فاكر لما كنت بقعد انا اطبخ والحاجه تبقى قاعده جنبيا؟ ده انا كنت بعمل اكل. ايه؟ اي والله. اشي مشوي واشي مقلي واشي في الفران وطواجن، كنت بعمل انا كنت بعمل طواجن ما حصلتش، كنت اعزم اصحابي ساعات هنا نقعد ناكل طواجن وناكل الحاجات دي كلها. مره عملت بقى صينيه بطاطس باللحمه الضاني. كنت بعمل عليها بقى ايه شويه حاجات زي الفل، يعني احط الصينيه في الفرن والصينيه بقى ايه تطلع بعد ما تسخن تلاقي يعني عايز تاكل صوابعك وراها. هتاكلوا اكل. ايه الاخبار؟ جميله. هتطلبوا معايا الدليفري ولا هتاكلوا من البتاع دي؟ حلو الاكل مش كده؟ تسلم ايدك يا باشا. تسلم ايدي ايه؟ ده انا شاريه كله من بره. ما هو برضه من خيرك يا محمود بيه. كله كله.
مره واحد عنده زهايمر خبط في مراته، مراته قالت له انت مش شايفني؟ قال لها شفتك بس مش فاكر فين. هقوم بقى اجيب لكم الفاكهه. خليك انت يا باشا، اقوم اجيبها انا. لا 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 لا، اصل انا هعمل لكم كمان شويه موز باللبن ما حصلوش. محمود بيتأخر كده ليه؟ هو مش قال انه بيغسل الفاكهه بايده؟ لا، وبيعمل موز باللبن كمان. حلو قوي المشعل ده، بس ده اتاخر قوي. شافعي موجود؟ نقول له مين؟ قولي له محمود شاهين. اتفضل حضرتك استريح وانا هبلغه. يا محمود كلنا كبرنا خلاص. انا نفسي بقيت مليان امراض. ايشي ضغط، ايشي سكر، على حبه شرايين تعبانه. نهايته الواحد بقى مش ولا بد. بس انا فاكر كل حاجه يا شافعي. أنا فاكرك كويس، وفاكر إن المحلات بتاعتك هتلزق في المحلات بتاعتي في السوق. ما هو زهايمر كده يا محمود، الحاجات القديمة تفتكرها بالتمام والكمال، والحاجات الجديدة اللي بتحصل تنساها في ساعتها. أنا مش ناسي حاجة يا شافعي، مش ناسي حاجة، لا القديم ولا الجديد. أمال اللي بيحصل لك ده إيه يا أبو حنفي؟ الدكتور اللي بيعالجك، والممرضة، والخدامة، واللي حكيتهولي ده كله يبقى ايه؟ في حاجات عرض كتير بتحصل يا شافعي، انا مش فاهمها. محمود لازم تصدق اللي هقولهولك، لانك مش هتصدقه من حد تاني غيري. انت عندك زهايمر من سنتين. مره كنت ماشي في الشارع وقابلتك، معرفتنيش. هي ابتدت بنسيان شويه حاجات بسيطه، وبعدين الموضوع زاد، وطبعا كل شويه الموضوع هيزيد اكتر. المشكله يا محمود ان اللي عنده زهايمر ما بيبقاش عارف، مش عايز يصدق. بيتهيألي ان كل الناس بتضحك عليه وعاوزين يساووه، وممكن يفكر انهم عاوزين يقتلوه كمان. بس هي دي الحقيقه، احنا خلاص. يلا انت، ده عمره في حياته ما لعب بوكس، يعني هيقعد يضبش فينا لغايه ما النهار يطلع. بتسكت بقى يا كريم، ناقص كمان تروح تقول على اللي احنا عملناه كله. انا مش عايز العب. انا بقولك ايه، استرجل احسن، والله العظيم انت حر. بس 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 انا هحلها لكم. بص بص إيه؟ انت هترفع ايدك كده إيه؟ هترفع ايدك كده، ارفع ايدك، ارفع ايدك، ايوه ايدك فوق، ايوه، وضم دول كده عشان تحمي وشك. والنضاره، هات النضاره، هاتها، ارفع ايدك فوق، ايوه، اهم حاجه وشك، اهم حاجه تحمي وشك يا كريم. حاضر، يلا البس يا بطل. ده انا شكلي هلبس بجد. بيبي جود لك. خطتنا الديل شمال يمين وهوب فم المعزه. فم الايه؟ المعزه. فم المعزه ازاي؟ في حاجه اسمها فم المعزه؟ معلش. نادس عند جلد النمر مع البطوله الدوليه العالميه الداخليه ما بين الحاج محمود شعيب وولده كريم في وزن الدبانه. يا طايبين الناس حودا الهيئة
حسبي الله ونعم الوكيل. قعدت تقول لي احمي وشك احمي وشك، اتاري في حاجات تانية اهم كان لازم احميها. يا اخي انت اللي مش عارف تلعب، انت اللي غبي. سامح. نعم. يلا دورك. نعم. قابل يا معلم. حودة 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 حودة. اتفرج عشان تتعلم البوكس يعني. ها؟ فتح النبي ان ربنا يكرم الحاج محمود شعيب. يا عالم الغيب اكرم لنا الحاج محمود شعيب. خش عليه خش عليه خش عليه خش عليه خش عليه خش عليه خش عليه. اتعلم. المهم انت اللي تكون شايف. اعمل لك كمادات يا حبيبتي. بتيجي نلعب البتاع ده؟ اللعبة إنسانية، كلها إنسانية. يا سامح الوقت بمر، أنا بأجل قرار الإدارة القانونية على قد ما أقدر، بس هيجي وقت مش هعرف أعمل أي حاجة. ما تقلقش يا باشا، ما تقلقش. إحنا كلها أسبوع هناخد الحكم وهننفذ. احنا بس مشكلتنا دلوقتي ان احنا مش عارفين هو سحب الفلوس وحطها فين. العب يا باشا العب. اتفضل. برافو يا باشا برافو. اسمع لما اقول لك، انا اخري معاك لحد ما تستلم حكم المحكمه، بعد كده انا ماليش دعوه نهائي باي حاجه. الاداره القانونيه هتحول الموضوع كله على النائب العام، ساعتها انا ما اعرفكوش. مفهوم يا باشا مفهوم. اتفضل اتفضل. يا امجد. ها ايه الاخبار؟ تاني نسيت تاني يا امجد. لا انا عارف البورصه دي هتجيب اجلنا ولا ايه. طب يا امجد يبقى في جلسه بكره. كويس قوي ان انت مشيتهم احسن ما يقعدوا يتفرجوا علينا واحنا عمالين نتهزق عمال على بطال كده. او كده بقى نقعد احنا هو لوحدينا لحد ما نعرف بقى ودي الفلوس فين. على فكره هيفضل يلعب بينا كده لغايه اما نلاقي نفسنا فجاه قدام النيابه. طب ما نقول له كل حاجه بصراحه يا حبيبتي، ما هو اكيد بابا برضو مش هيرضيه ان احنا نتسجن. يا سلام، انت عايزنا نقول له ايه بقى؟ ان شاء الله. بعدين ابوك عمره ما هيفهم قصص البورصه والبيزنس الكبير اللي احنا بنعمله ده. خلاص نحاول نفهمه. نفهمه انت كمان؟ هو احنا لسه هنفهمه؟ بقول لكم ايه، احنا خلاص قطعنا مشوار طويل قوي ولازم نكمله. مظبوط يا حبيبتي كلامك صح. كريم لازم نلاقي طريقة نعرف بيها أبوك كان فين الفترة اللي اختفى فيها. طبعا. مامي 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 أنا عارفة هو كان فين. عارفة؟ عارفة إزاي يا ملوكة؟ هو قال لي. طب كان فين؟ عند مراته. إيه؟ إيه؟ عند مراته أصل اتجوز. أتجوز إيه بس يا ابني أنت وهو؟ معقول أنا برضو بتاع الكلام ده؟ يا بابا مش يمكن حضرتك اتجوزت بس ناسي؟ آه زي ما نسيت. أنت شلت الفلوس فين يا حاج؟ فلوس إيه ونسيت؟ طب الفلوس ممكن تتنسي. الجواز برضه حاجة تتنسي؟ لا طبعا. تتنسي ازاي؟ ما يتنسيش طبعا. امال ايه انكل الكلام اللي بتقوله مالك ده؟ يا رأفت يا بنتي نجلة. يا ماجدة يا بنتي نجلة. نجلة مين؟ نجلة مراتي. اه يا بقولك ايه؟ حد يمشي ورا العيال برضه؟ ها؟ شغالي مخي. طيب افرضوا انا اتجوزت، هخبي ليه؟ خايف منك انا؟ طب ما تقول لنا بقى شايل الفلوس فين؟ يوه كل شويه اقول لك الفلوس الفلوس بابا الفلوس. بابا فكره هو انت ما تعرفوش حاجه غير الفلوس؟ ايوه بس كل حاجه فلوس. الفلوس الميه كده الميه حاجه تاني. ايه يا حاج ده يا حاج؟
مش مصدقه. بالعكس بقى، أنا مصدقه جدا، لعلمك بابا لا يمكن يعمل كده. ليه بقى إن شاء الله؟ هو الموضوع يحتمل الشك. شك إيه بس يا كريم؟ أنا متأكد إن هو عملها. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده يا سامح، معقولة بابا يتجوز؟ خلاص أنا هشوف مالك جايب الكلام ده منين. يا كريم. أيوة يا بابا. تعالى لي على المكتب عايزك. روح. روح. خش. ايوه بابا. خد القلم ده امسك، وخد الورق ده واكتب اللي هقوله لك. اكتب ايه؟ حمليك. ده اتفضل يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتي العزيزة. الحقني يا سامح، يا سامح. ايه في ايه يا كريم؟ تعالى شوف المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه ايه؟ طلع متجوز. كان بيخليني جواب لمراته. الحكايه دي بجد يا بابا؟ والله باينها بجد يا موحى. لا بقى كده كتير، انا عندي نتسجن احسن من اللي بيحصل لنا ده. انا مش قادر استحمل. الله، جرى ايه؟ هستحمل. حضرتك كنت عايز تبعت لها جواب مش كده؟ مش لما ملهوله الاول؟ لا لا ما تملهوش حاجه، انا اللي هكتبه وانا اللي هبعته، بس عايز اعرف اسمها وعنوانها الاول. اتفضل. اسمها ايه اللي انا جوزتها؟ اسمها ايه؟ اللي انا كنت كاتب اسمها في ورقه هنا. كان ايه خاف انسى اسمها. منى يا كريم، تشربوا حاجة؟ شكرا يا حاجة. ايه سر الزيارة الكريمة دي بعد ما طردتوني من البيت؟ أظن يعني بابا ما ينفعش يسمع الكلام اللي هيتقال دلوقتي، ولا يعرف الاتفاقات اللي كانت بينا. أنا مش فاهمة ازاي سمحتي لنفسك تعملي حاجة زي كده. يا سلام، ما انتوا كنتوا عايزين تلهفوا فلوس. اشمعنى انا يعني ما ينوبنيش من الحظ جانب؟ الله، هي مش اخدت الفلوس اللي طلبتها؟ لا ازاي، البحر يحب الزياده. بحر ايه وزياده ايه؟ ما تتكلم كويس يا سامح بيه. الفلوس اللي انت اديتهاني انا ما صرفتش منها ولا مليم، ولو عايزينها كلها انا ممكن ارجعها لكم عادي يعني. طبعا ترجعيها. ما ترجعهاش ليه؟ ما هو واضح انه صارف ومنغنغ ومظبطك يعني. ما تكونوش فاكرين ان الحكايه حكايه فلوس. امال انت عايزه تفهمينا ان انتوا مرتبطين من ايام الجامعه؟ التاري يا اخويا التاري. استنى يا كريم، وانتوا بقى اتجوزتوا عرفي ولا رحتوا كتبتوا عند مازون؟ لا طبعا عرفي. الله اكبر. الورقه معاكي ولا معايا؟ الورقتين مع محمود بيه، انا سلم له رقبتي وانا مطمنه. حلو قوي، حلو قوي. قومي. على فين ان شاء الله؟ هنروح دلوقتي على البيت هنخلص القصه دي. لحسن قسما بالله ما هيحصل لك كويس يا منى. ايه ده، انت هتهددني ولا ايه؟ حط في اعتبارك ان في حاجه اسمها محكمه الاسره، ودي هتجيب لي حق يعني هتجيب لي حق. وبعدين انا ممكن ابقى حامل. حامل؟ يا نهار اسود. سامح، ما يقصدش خالص انه يهددك يا منى يا حبيبتي. وبعدين احنا عايزين نخلص من البلوه دي بسرعه، وكل شيء وله حدود. يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي، ربنا يهديك. لما نشوف اخرتها معاكوا ايه. يلا اتفضلي. حاضر. بابا، احنا جبنا منى عشان لازم نحل الموقف اللي انت حطيتنا فيه ده. بقى موقف ايه؟ بابا بلاش الطريقه دي، احنا خلاص عرفنا ان انت اتجوزت منى عرفي. يا لهوي، اتجوزت عليا يا محمود؟ دي اخرتها برضو يا حودة، تتجوز عليا دي؟ انا اتجوز عليك برضو يا جلجوله؟ معقول؟ امال ايه اللي انا بسمعه ده؟ ده كلام شغال دماغي. انا اتجوز معفنه دي؟ ها؟ دي شبه كوز الدرة. ها؟ انت حياتي يا جلجولة. لا لا مش وقته يا حودة، العيال واقفين. انت جاي من ابو ريش؟ البيت اتهز كده ليه؟ في حاجة دبت. تحت امرك يا سامح بيه يعني. كنت عايزني حاجة؟ من الآخر كده،
تاخدوا كام ونخلص القصة دي؟ لا 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 لا، على فكرة انت فاهم الموضوع غلط خالص. يا سلام، انت عايزة تفهمينا انه اتجوزكم انتوا الاتنين عن حب ولي؟ لا انت بقى تخرصي خالص، لان انا مش طايقك، لان اتكلمتيني في التليفون وقلتيلي انه خرج وما تعرفيش عنه حاجة، تقومي تطلعي متجوزاه؟ ما هو فعلا جه قاعد عندي بس دول 4 ايام بس. وبعد ما زهق منك راح اتجوز زلقولة دي. والله يا نجلة، ده هو يوم بليلة في بيت امي وبعد كده ياخدش فص ملح وداب. يعني ايه؟ يعني الاسبوعين اللي هو اختفى فيهم دول احنا فعلا ما نعرفش عنه اي حاجة خالص. حلو قوي، يعني قاعد عندك 4 ايام وقاعد عند الهانم يوم بليلة، مش كده؟ بس مش اي ليلة، ده ولا 1000 ليلة وليلة، هارته بقى ضحك ولعب وشقلبازات. شقلبازات؟ قصدك ايه؟ قصدك ان هو يعني ما كانش مبسوط معايا؟ اكيد يا اختي، هو لو كان اتبسط معاكي كان اتجوز عليكي ليه؟ ها؟ لا يا حبيبتي لا، ده خاف على نفسه من حسدك منه متجوز واحده زيي، فقام واخدك كده عشان يغزي بيك العين. يغزي بيا العين ليه؟ خرزه زرقاء؟ بعدين الصراحه انا نفسي تروحي تبصي لروحك في المرايه الاول وبعد كده تتكلمي. مرايه مين يا ام مرايه؟ يا بواقي الستات الجامعيه. لا صراحه انا كده مش هسكت. بس بقى الله، انتوا هترضحوا لبعض وانا قاعد ولا ايه؟ يعني يرضيك كده يا كيمو؟ كيمو يا سفله. بس يا كريم، بس يا منى. ايه ده، انت هتقولي منى خاف كده؟ ما انا عايزاني اقول لك ايه ان شاء الله. قولي يا طنط. قابل يا معلم. ما تبس بقى يا بنت انت وهي، خلصنا خلاص. خلينا نتكلم في المهم دلوقتي ونشوف طريقه نخلص بيها من اللي احنا فيه ده. زي ما اتجوزكوا هيطلقكوا، ويا دار ما دخلك شر، واللي انتوا لهفتوه حلال عليكوا. لهفنا ايه؟ ده كان بيستلف مني. من الاخر كده، هتدفعوا كام وانا اجيب لكم العقود؟ اهو كده الكلام. انتوا عايزين كام؟ 200,000 جنيه زي ما قلت لي بالظبط. كويس قوي، هاتلي بقى كام ورقه وقلم لفبرك كام عقد جواز عرفي عشان الحكايه تبقى مسبوكه. طب هروح انديك ليه؟ لا اجلال مين؟ انا اللي حمضي بدل اجلال وبدل الشهود وكل حاجه، بس المهم ما تديهمش الورق اللي ما تاخد الفلوس. هنجيب لهم 200,000 جنيه منين دلوقتي؟ نتصرف يا اخي نتصرف، هي دي شغلانه؟ انت عايزهم يبوظولنا الموضوع كله بالعقود اللي معاهم دي؟ انا ممكن ابيع سختي بس بعد كده هنتحاسب. نجله، صيغه ايه اللي هتبيعيها؟ اسكت انت. شوف لنا جرام الذهب وصل كام دلوقتي. متشكرين يا حاجه. دي امي، ربنا يحفظها لك. الفلوس هي محمود بيدول 200,000 جنيه. خديهم انت، حلال عليكي. خدهم ايه بس يا محمود بيه؟ الفلوس دي مش بتاعتي، وبعدين احنا اتحاسبنا خلاص، وانا خدت اللي احنا اتفقنا عليه. انا فاكر ان احنا اتحاسبنا. طب هقول لك على حاجه، خد الفلوس دي وزعها عليكي وعلى الناس بتوعنا اجلال والباقيين، دول غلابة برضه. أنا بيتهيألي كفاية اللي أنت عملته سامح بيه وكريم بيه، ما تنساش إن هما في الآخر ولادك. المصيبة إنهم ولادي، ربيتهم وكبرتهم وفي الآخر يعملوا في أبوهم كده. محمود بيه، أنا لو كنت أقدر أختار لنفسي أب ما كنتش اخترت حد غيرك. ها؟ دورت في كل الاوض اللي تحت، برضه ملوش اثر. فتشت في كل الدواليب، حتى هدومه خدها. يبقى اكيد خرج في الفجر. يا ترى المره دي هيغيب قد ايه؟ ولما يرجع هيكون محضر لنا ايه؟ المهم هو راح فين دلوقتي؟ احنا لازم نلاقيه عشان نعرف مكان الفلوس بقى. هيكون راح فين يعني؟ بيروت. ايه؟ محمود بيه سافر النهارده في طياره 7 الصبح. واحد من لبنان اسمه عدنان كلمني وقال لي انه وصل عنده من ساعة وساب لي العنوان. يا دي المصيبة، بيروت. تفتكروا بابا ممكن يكون حول الفلوس كلها على هنا في بيروت؟ ممكن طبعا. ممكن لا، يبقى ساعتها خبطنا المشوار ده على الفاضي. أنا بصراحة أبوكو ده ما بقتش فاهمها خالص. طيب في الحالة دي بقى يبقى نكمل حياتنا هنا، لأن إحنا لو رجعنا مصر وما عرفناش نسدد القرض مش هنلاقي فرصة زي دي عشان نخرج برا مصر. إيه التخريف اللي أنت بتقوله ده؟ أنت بتخرف يا كريم، أنت مش حاسس أنك بتقول إيه؟ نقعد هنا إيه؟ يلا مساك يا لا مسيو سامح. أنا كريم. وأنا نجلة مرات مسيو كريم. اهلا وسهلا فيكم معنا بلبنان، تفضل اذا بتفضل. تفضلي تفضلي تفضل. تفضلي يا حبيبتي تفضلي تفضلي. الظاهر كان عندك حق،
المفروض الواحد يقعد هنا شويه. يا ريت اسامح. لا انا بتكلم عليا انا مش عليك. احنا بقى لنا ساعه طالعين على الجبل. انت خطفانه ولا ايه يا سكر؟ يا ريت يا اخي، يا ريت تكون خطفانه. لا خلاص وصلنا البيت هون. منين بقى من لبنان؟ بيروت. قد على ناس، قد على ناس. صباح الخير يا محمود بيه. صباح الخير. ايه انت مين؟ انا منى. منى مين؟ ممرضة بتاعت حضرتك. ممرضة ايه؟ انا ما عنديش ممرضات. ما عندكش ممرضات ازاي بس؟ انا مع حضرتك بقالي سنتين. انا منى. وانا محمود. وانا ما عنديش ممرضات. ثم انا مش عيان من اصلا. شفت بقى الحاله رجعتلك تاني. كل ده عشان ما خدتش دواء بقالك 4 ايام. دواء ايه؟ زهايمر. ايه؟ زهايمر. زهايمر؟ ايوه. انا عندي زهايمر. انت دخلت هنا ازاي؟ عادي زي كل مره. انا اول مره اشوفك. بره بره. زهايمر ازاي يعني؟ ده عارفه اسمي كمان. مرتك ايه؟ زهايمر ايه اللي عماله تقول لي زهايمر؟ خميس امبارح كان الحد. امال الاثنين والثلاث والاربع راحوا فين؟ الخميس
مساء الخير. يا مساء الفل والنور والهنا على عيونك يا محمود بيه. انت بتعملي ايه هنا؟ بلمع صورة الهانم مرات حضرتك الله يرحمها. ما انا عارف ان دي صورة الهانم الله يرحمها. انما انت تبقي مين؟ لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، انا خدمتك اجلال. انت خدمت اجلال ومنى تبقى الممرضة بتاعتي. بالظبط. والنهاردة الخميس. الله يفتح عليك وعلى حواليك. البوليس، البوليس، انا هطلب لكم البوليس حالا. سوسو، سوسو مين؟ الو، ازيك يا دودة يا حبيبي؟ دودة؟ دودة مين سيادتك؟ وانت مين من اصله؟ انا سوسو. انت ازاي مش فاكرني؟ سوسو. سوسو. ما بانت في سوسو مين؟ بقى تقضي معي سهر صباحي، ولما اكلمك تعمل نفسك ما تعرفنيش. انا قضيت معاكي سهرة صباحي يوم الاثنين وعلى سريري. على سريرك؟ ما عملت شقلباز. شقلباز؟ انا كنت شقلباز؟ طب اقفلي اقفلي، بلاش كان فارم. الهي يجعل ايامك كلها شقلبازات. الوردي يا بيه. انت مين؟ انا الجنايني. جناني مين؟ ما عنديش جناني انا. انا اللي بديك الورد كل يوم. انا عيد الجنايني. انت عيد الجنايني. واجلالي شغاله ومنى الممرضه، والنهارده الخميس. في ايه؟ في ايه؟ مالك يا محمود بيه؟ ايه يا حامد؟ مين الناس دول يا حامد؟ ودخلوا هنا الفيلا ازاي؟ طب اهدى بس يا محمود بيه. اهدى ايه؟ تعال ورايا. حاضر. الو. الو حودة، ازيك يا روحي؟ مين بيتكلم؟ اخص علي، انا ميمي. ميمي مين؟ انا ما اعرفش حد اسمه ميمي. ايه؟ انا قضيت معاكي سهرة التلات والاربع كمان. الله، هو انا ما باخدش اجازات؟ ان شاء الله باص برضه. ايه حكايه شقلباظات دي؟ خليك واقفين زي ما انتم. ما هو طول ما سعادتك مش عايز تاخد الدواء الحاله هتفضل لا مؤاخذه يعني بعافيه كده. الدواء؟ انا مش هاخد الدواء، انا مش عيان. هما الناس دول بيشتغلوا هنا يا حامد؟ انا اول مره اشوفهم. خلاص يا باشا اللي تشوفه. البيت ده طول عمره ما كانش فيه حد غير انا وانت يا حامد. انت اللي كنت بتطبخ وبتنظف البيت وبتشوف الجنينه وكنت بتغسل. بالهدوء بس يا باشا. هو حضرتك بتدور على ايه؟ انا هعرف اخرجكم من هنا ازاي؟ المسدس مش هنا. امال فين؟ المسدس اهو. طب ايه اللي ودى المسدس ده هنا؟ حضرتك حطيته بايدك الاسبوع اللي فات. انا حطيته بايدي الاسبوع اللي فات؟ طب افرض انا حطيته بايدي الاسبوع اللي فات، انت عرفت ازاي؟ ويا محمود بيه، حضرتك بتعمل الحركه دي فينا كل مره. كل ما تجيلك الحاله تمسك المسدس وتهددنا بيه. لو ما مشيناش من البيت هتضربنا بالنار. وضربت حد فيكوا بالنار؟ المسدس دايما فاضي. ممكن ناخد الدواء؟ ايه الصورة دي بقى؟ دي لما خدت بطولة الجمهورية. في ايه؟ في الملاكمة. في الملاكمة؟ وانا غلبت ده؟ بالقاضية. وهو عارف ان انا غلبته؟ دي صورتك وانت في الفيوم بتصطاد. بط ده؟ بالظبط كده. بط. دي صورتي بقى وانا شهيد. الصورة دي انت اللي مصورها. اصلك كنت غاوي تصوير زمان. وفي ألبوم صور ليك انت واصحابك.
انا ما اعرفش ولا واحد في دول. دول صحابي ولا اصحابك؟ ما هو حضرتك لو خدت الدواء هتفتكرهم كلهم او على الاقل يعني معظمهم. وانت عندك رد لكل حاجه كده؟ انا بقالي مع حضرتك سنتين واللي احنا فيه ده بيتكرر كل اسبوع مره على الاقل، وده لما ما بنمشيش على النظام. بس انا مش فاكر حاجه زي كده خالص. ما احنا اتفقنا في حاجات هتنساها وهترجع تفتكرها، وفي حاجات مش هتفتكرها خالص. حسب يعني. رايح فين يا محمود بيه؟ محمود بيه خطوه عزيزه، اتفضل. اهلا وسهلا. الواحد زار كده لحاله. ربنا يديك الصحة يا باشا. أنا كنت خايف لنساك أنت كمان يا حامد. تنساني إزاي يا باشا؟ ده إحنا عشرة عمر. صحيح. ده أنت معايا من أول ما بنينا البيت ده هنا. كان في فيلا كده جنبينا اللي هدوها دي بتاعت مدكور سلامة. أيوه الدكتور مدكور سلامة. كان بتجينا زمان بنت كده فلاحة اسمها شادية. شادية أنا عارف إن اسمها شادية. أنا عارف. كان بقى بيجيب لنا جبنه وزبده وعسل ابيض وخير والله. كانت بتاخد 7 جنيه 8 جنيه. كانت بتاخد 8 جنيه 7 بتاخد 8 جنيه انت 8 انا اللي كنت بدفع لها 8 خلاص 8 بتاخد 8 جنيه هي 8 جنيه. كان في ترعه هنا كان عليها معديه، كان يعدي الواحد وياخده شيلين يا باشا. ما تحكي انت ما تحكي. انت فاكرني ناسي؟ انا فاكر كل عام. خلاص يا باشا. ده الاهلي والزمالك؟ النادي الاهلي. او الجبل اليوم ده النادي. ايوه يا باشا. مره ثانيه. نجيب عبد الفضيل عدى وتسديده. جول جول اهلي اهلي. مالك يا سعادتك؟ طول عمرك زملكاوي. مساء الفل يا باشا. ازيك يا فرحات؟ انت فرحات مش كده؟ ازيك يا فرحات؟ تعيش يا باشا. في لا مؤاخذه دزم تاني عايزه تلميع؟ لا خليك في دول بس. ما تقلقش يا باشا من ناحيه دي اطمن. الدزمتين السوداء والبني يبان فيهم الشغل. ده انا هطلعهم لك مرايه. انما ما تاخذنيش في الدوز الابيض بتاع الاسبوع اللي فات ده. تلميعه صعب قوي وما بانش عليه. وحياتك يا بيه بلاش تلبس الدوز الابيض ده تاني. جزء ابيض ايه؟ الدوز الابيض اللي انا معته سعادتك اخر مره يا باشا. انا ما عنديش جزم بيضه. ازاي يا بيه؟ ده انا لسه مسحه لك الاسبوع اللي فات. بقول لك ما عنديش جزم بيضه خالص، عمري ما لبست جزمه بيضه. يا بيه الدوز البانس. بانس ايه؟ ما عنديش جزم بيضه انا. جزمة بيضة يعني. جزمة سعادتك انا لقيتها في الصالون وانا بنظف. الظاهر بقى ان حضرتك قلعتها تحت امبارح. ما
محمود بيه. ايه عايزه ايه؟ ممكن ادخل؟ خش. ايه الزيطه اللي تحت دي؟ ده البهوات اصحاب حضرتك والهوانم تحت بقالهم شويه، فقلت يعني اجي ابلغ سعادتك. بهوات ايه وهوانم ايه؟ ده اصحاب سعادتك الشله. شله؟ شله ايه؟ شله البهوات اللي بيجوا يسهروا مع حضرتك كل ليله. هذا يسهروا؟ يوا يوا. بحب الناس الرايقه اللي فوت يا حبيب قلبي يا ابو حنف. كده كده تقطف مني المهزه. مهزه ماليش في دور. بحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايق ده انا لا ماليش في دور وماليش في الدمع ده. لا لا لا. هو في ايه؟ في ايه يا جلال؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه نسيت اسم ابني كمان؟ سامح حسين. مليوكا بورصة امريكا وقعت هي اخرى 200 نقطة النهاردة. يا دي النيلة. الو بابا. اخيرا يا بابا بعد 6 أشهر خصام وحشتك. يا سامح مش وقت الكلام ده يا سامح. بقول لك ايه الاول؟ هو النهارده ايه في الايام؟ النهارده الخميس يا بابا. برضه الخميس؟ هو ايه اللي برضه يا بابا؟ هو في ايه يا بابا؟ وحشتنا قوي يا بابا والله. والله يا انكل وحشتنا قوي. هو ايه اللي حصل يا بابا بالظبط؟ انا عندي مصيبه هنا في البيت. انا قمت من النوم الصبح لقيت ناس ما اعرفهمش، وبعدين دلوقتي لقيت ناس تانية غير الاولانيين برضه ما اعرفهمش. يعني انا لا اعرف الاولانيين ولا اعرف التانيين. انا خايف لاكون الناس دول عايزين يسرقوني ولا يقتلوني. ها اسمع، انا ما كنتش عايز اكلمك بصراحه، انما دلوقتي مش عارف اتصرف ازاي. بكلم اخوك وهات البوليس وتعال بسرعه قبل ما يعملوا فيا حاجه. ها بقول لك يا سامح، هو انا كنت اهلاوي ولا زملكاوي؟ بترول اسيوط. بس كبيرنا يا محمود. ست الدكتور، الاستاذ بيسال على عمر بيه كمان. حضرتك قريبه؟ لا انا صاحبه. ولاده اللي بعتينك؟ لا، وفي الحقيقة أنا رحت سألت عليه بيته القديم، البواب قال إنه هو عندكم هنا في الدار. طيب اتفضل. كويس قوي إن حضرتك جيت دلوقتي. حالة الأستاذ عمر غير مطمئنة بالمرة. أنا حاولت كذا مرة أتصل بأولاده علشان يجوا يزوروه، مفيش أي فايدة. هما أولاده بقالهم كتير ما بيجوش؟ بقالهم أكتر من سنة ولا حتى بيكلموه في التليفون. المرض ده زي الوحش المفترس، لما بيصاب بيه البني ادم يفضل ياكل في جسمه لحد ما يقضي عليه. الله، انت قلقتينا على الراجل، هو عنده ايه بالظبط؟ عنده الزهايمر. عنده ايه؟ الزهايمر. الزهايمر؟ ايوه. اللي كنت جاي اشتكي لك. طب انا فاكرك. انت فاكرني؟ محمود شعيب المسكي، كلت القماش الكبيره. محمود شعيب ده انت كنت المحامي بتاعي ومسك لي كل الشغل. ازيك يا محمود؟ محمود شعيب. خلاص انت هتردح لي؟ افتكرتك. حد ينسى الايام الحلوه الجميله اللي عشناها سوا دي؟ على رايك. انما انت يا عمر ما قلتليش ليه انك انت قاعد هنا؟ وانا لو كنت قلت لك كنت هتجي لي ازاي؟ هتجي لك ازاي يعني ايه؟ مش عملوا حظ تجول بره؟ حظ تجول ازاي يعني؟ مش ضربوا نار على عبد الناصر في العرض العسكري؟ قصدك السادات. والسادات مسك الحكم؟ سيبك من المواضيع دي دلوقتي، المهم انت حوالك ايه؟ الحمد لله.
فاكر زاهر رشدي؟ زاهر رشدي اه فاكره. انت فاكره؟ طبعا فاكره، كان معايا في الحرب، عبرنا انا هو في نفس القارب. طب ما انت فاكر كل حاجه اهو. ودي حاجه تتنسي يا عبد الباسط؟ طب طب هقول لك حاجه، الناس بتوع زمان دول كانوا كويسين، الناس بتوع دلوقتي عايزين يسرقوني، وفي واحد بقاله 3 ايام عايز يقتلني. يقتلك؟ اهو النعمه. لا ما تخافش، انت انا في امانه يا عمر. المهم ابوك عامل ايه دلوقتي؟ ابو الله يرحمه كويس، زي الفل الحمد لله. طب الحمد لله. ومعاك عيال؟ عيال ايه يا عمر؟ دول متخرجين من الجامعه على ايدك. ايوه ما انا فاكر. قبل ولادك بسنتين. ولادي؟ هو انا اتجوزت؟ وخلفت صح؟ طب لما انا خلفت العيال ما بيجيش تزورني ليه؟ ما انا هبقى اكلمهم يقول لك يا عمر. لا انا مش عايزهم يقولي. لو قولي هفتكر ان هم ما حدش فيهم بيزورني، خليهم يمكن مشغولين في حاجه اهم. على رايك الدنيا تلاها يا عمر. ان شاء الله لما هيفضى هيقول. مع ان انا لما اتجوزت كنت كل يوم جمعه نتلم ونقعد والعيال تقعد والعيله والاسره والعيال بتجري في الشارع، والشارع ده فاضي ما فيهوش حاجه خالص. يا فاتن ازاي تسيبوه كده من غير بامبرز؟ من غير ايه؟ بامبرز. بامبرز؟ ايوه لا مؤاخذه يا استاذ، اتفضل حضرتك غيروا له بسرعه. طيب هسيبك انا عمر، هشوفك بعدين. تعالى زورنا يا محمود، مش زي عيالي. السلام. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا منى! منى!
نضارة القراية فين؟ قلبت عليها الدنيا مش لاقيها. حضرتك لابسها. أه؟ حضرتك لابس النضارة. أنا بقى في إيه؟ اهدى بس. إيه إيه؟ أنت انتظمت في الدواء فأكيد هتبقى كويس. دواء إيه؟ مفيش فايدة. أنا بقيتش فاكر حاجة. أنا بقيت بنسى كل حاجة. اهدى يا محمود. ايش عارف ده؟ كويس انك جيت يا اسطى، العطل في الحمام اللي فوق. طيب اقفلوا لنا المحبس. انا رايح اقفل، اوعى تنسى. ها حمام محمود بيه اللي فوق. بص يا عم حامد، هي اول مره، ما انا عارفه. خلاص خلصت يا ريس؟ اه خلاص ان شاء الله، بس شوفوا لنا حاجه بقى نسيق بيها الحمام لمؤاخذه. ده يا جلال هي اللي تنشف. هي راحت مشوار وجايه، انا هجيب الحاجه واجي. كله بقى تمام يا باشا، 100 100. هو سعادتك متضايق من حاجة ولا حاجة؟ لا مفيش. هي عموما مش غلطتي عدم المؤاخذة، يعني أنا تلات أربع مرات أصلح الخلاط ده قبل كده، وكل مرة أقول لحامد الخلاط لازم يتغير، بس هو بقى فهمني إن حضرتك اللي مش عايز تغيره. أدينا غيرناه. طب الحمد لله يا باشا. بس كويس برضه إن حضرتك جبت ناس تشتغل في الفيلا، وأنا برضه. قصدك إيه؟ لا اصل انا كنت كل ما اجي ما الاقيش غير سعادتك وعم حامد في وشي على طول. استني. في ايه بيه؟ انت جيت هنا قبل كده مش كده؟ كذا مره سعادتك، اخر مره كان من حوالي شهرين. شهرين اه، وكنت لوحدي. اه طبعا يا بيه، كان البيت لا مؤاخذه هو. ما شفتش حد من الناس اللي كانت بتشتغل هنا دول؟ انا اول مره اشوفهم النهارده يا بيه. انا حندق. قلت لك استني. هو في مشاكل؟ ما فيش حاجة. امشي انت خد حسابك من حالي. هوا انا هقولك على كل حاجة. قولي. انا ماليش ذنب في اللي حصل. سامح بيه وكريم بيه هما اللي قالوا لنا نعمل كده. مين؟ سامح بيه وكريم بيه. ليه؟ رافعين على حضرتك قضية حجر. قضية حجر؟ واخدين قرض من البنك ومش عارفين يسددوه، ولو ما دفعوش الفلوس هيتحبسوا. ولاد يعملوا فيها كده؟ هم قالوا ان حضرتك مش عايز تساعدهم. ومأجرينكم بقى كلكم عشان تعملوا التمثيلية دي عليا. جلسة المحكمة كمان اسبوعين، لازم لما تحضرها يبان عليك الزهايمر. والدكتور؟ متفقين معاه. والاستاذ حسن والبنات اللي معاه متفقين معاهم برضه، دول شويه كومبارس كده هم مأجرين. والواد بتاع الجيزه معاه، وشافعي معاه. الله، مصر كلها عايزين انسى. طيب انا لما قمت يوم الاثنين وبصيت فوق النار لقيته الخميس، كانوا متفقين مع الاهرام برضه؟ لا، هم حطوا لك منوم فانت نمت ثلاث ايام، تقوم لما تصحى الايام تتلخبط معاك. طب انا لما هروح المحكمه هيبان ازاي ان انا عندي زهايمر؟ انت في دواء بتاخده بقالك ست شهور، كاتبه الدكتور شاكر بيعمل نفس اعراض الزهايمر. انا ما باخدش دواء من ست شهور. حامد بيحطهولك في الشاي وفي العصير. حامد؟ حتى حامد؟ انا هحبسكم كلكم. محمود بيه، الناس اللي تحت دول كلهم غلابه، كان عندهم 100,000 سبب يقبلوا الشغلانه دي. ما فيش داعي تأذيهم. وبعدين المسامح كريم يا باشا، اللي تهون عليه العشره ما يستاهلش السماح يا حامد. وانت يا جلال مش خايفه اولادك يعملوا فيك زي ما عملت فيا؟ ايش ياخد الرحم البلاطش يا محمود بيه؟ وهو انا اصلا حلت حاجه عشان ياخدوها؟ ومش خايفين ابلغ البوليس؟ بلغ يا بيه، هيعملوا فينا ايه؟ دخلونا السجن، على الاقل هنضمن لقمه ناكلها هناك. ايه ده؟ انتوا مضروبين قوي كده؟ ميح. وبعدين ما هي الفلوس في الاخر مش هتبقى بتاعت البهوات الصغيرين، وانت وهم واحد. ده بعد ما اموت يا حامد. ما هم قالوا لنا انهم كده كده هيكسبوا القضيه،
فيبقى احسن لنا يعني ينوبنا من الحظ الجانب. في الاول وفي الاخر احنا اضطرينا نعمل الشغلانه دي علشان فعلا محتاجين فلوسها، لكن الدور والباقي على ولادك. ولادي اه. طب شوفوا بقى، انت هتسمعوا الكلام اللي انا هقوله لكم ده وهتنفذوه بالحرف الواحد، ولا بلغ النيابه احسن؟ استاذ ما ينفعش كده، وايه اصله ده؟ انا عندي زهايمر مش كده؟ ايوه عندك الزهايمر. يعني انا لو قتلتك او خزقت عينيك لا احاسب قانونا. ومين قال لك انك عندك الزهايمر؟ انت زي الفل. ما كنت بتقول ايه ده؟ في ايه ده عيان عندي. قوم يا ابني هنا، قوم. الكلام اللي هقوله لك ده تسمعه بالحرف الواحد وتنفذه، فاهم؟ بالحرف الواحد بس اعمل معروف، اعمل معروف، بلاش وضهايف. لو سمحت ما تعرفش سامح بيه قاعد فين؟ اه يا فندم سامح بيه هنا. شكرا. سامح ايه ده؟ في ايه؟ انت ما بتردش على موبايلك ليه؟ موبايلي لا، موبايل اهو بس ما سمعتوش. طب تعالى عايزك. طيب تعالى تعالى عايزك. اجيب الكاس بس. ابوك خرج من الصبح وما رجعش لغايه دلوقتي ومحدش عارف هو فين. طب واللي مشروعين في البيت دول قاعدين بيعملوا ايه؟ خايفين، وكان عندهم امل انه يرجع في اي لحظه وما يبقاش في مشكله. يكون راح فين يعني؟ مش عارف. طب يمكن يكون راح لعمك شافعي؟ كلمته، ما يعرفش عنه أي حاجة. بقول لك إيه؟ أبوك أصحابه ومعارفه معدودين، يعني في الآخر لازم نلاقيه عند حد فيه. ما تقلقش قوي كده يا كريم. شكرا يا باشا، عاجزين عن الشكر، شكرا. مع السلامة. سلام. ها؟ لقيتوا حاجة؟ قلبت البيت كله برضه مفيش أي حاجة. قول لي أنت عملت إيه؟ سألت في المستشفيات والفنادق والإقسام ملوش أي أثر. أنا مش عارف ندور عليه فين تاني. طب تيجوا نطلع أوضة النوم يمكن نلاقي حاجة فوق. أنا مش فاهمة، هو إحنا المفروض نلاقي إيه هنا؟ هو أي حاجة يا نجلة. إن شاء الله نلاقيه سايب حتة ورقة مكتوب فيها اسم ولا عنوان، نروح نشوف يمكن نفهم حاجة. سامح بيه. ها؟ الناس كانت بتسأل نستنى ولا نمشي؟ بيتهيألي وجودهم دلوقتي ملوش لازمة. شوف حسابهم إيه وخليهم يمشوا. إيه هو ده؟ مفيش حد هيمشي من هنا. إفرادو رجع فجأة. لازم يرجع يلاقي كل حاجه زي ما سابها. ايوه صح، مظبوط صح. ولو رجع تتعاملوا معاه زي الاول بالظبط، فاهمه؟ حاضر. يلا بينا، واضح ان احنا مش هنلاقي اي حاجه. يلا يلا حبيبتي. احنا ما سبناش حته ما دورناش فيها. احنا بقى لنا اسبوعين بنلف ومفيش فايده. طب وبعدين؟ احنا مش ساكتين والله. كل الكلام ده ما منوش فايده. الجلسه بكره في المحكمه. طب وايه الموقف دلوقتي يا متر؟ الموقف صعب، القضيه قضيه حجر. لما يبقى الوالد مش موجود كده هندخل تحت بند المفقود. حلني بقى ولا خمس سنين في المحاكم. لا الكلام ده ما ينفعناش، البنك مش هيستنى. كريم سامح لازم تتصرفوا. طب احنا مش ممكن نجيب واحد تاني نخليه يحضر الجلسه على اساس ان هو بابا؟ دي ليها ترتيبات تانيه، ضرب بطاقه واوراق، وللاسف مفيش وقت. وجلسة بكرة دي يا متر ما ينفعش تتأجل؟ ده آخر تأجيل. طب ما حضرتك تسدد لنا نصيبنا من القرض لغاية ما نلاقي بابا. وهو أنا لو كان معايا فلوس كنت شاركتكم الأول؟ بقول لكم إيه؟ إحنا مشاركين بعض في السر إنما في البنك إحنا الأربعة واخدين القرض. يعني السجن والفضيحة هيبقى علينا كلنا، زينا زي بعض. لو النبي ما تقول كده. لا إن شاء الله ربنا مش هيجيب فضايح، وبعدين إحنا عمرنا ما عملنا حاجة وحشة لحد عشان يحصل لنا كده. يا جماعة لازم نهدى شوية ونفكر هنعمل ايه بكرة. لو القضية دي اتشطبت حليني بقى على ما نبتدي اجراءات من جديد. الله طب تفكر يا متر، مش دي شغلتك؟ الو ايوه انا. ايه حضرتك متأكد؟ طيب انا جاي، انا جاي لحضرتك حالا حالا. شكرا شكرا. بابا محبوس في الاسم. ايه 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 انتوا قاعدين؟ يلا يلا زي ما بقول لحضراتكم كده، جالنا بلاغ عن خناقه. لما الدوريه اتنقلت لهناك لقينا ماسك في خناقه الراجل ده، تقريبا كان هيموته. وايه سبب الخناقه سيادتك؟ الولد بيقول انه كان عايز يسرقه. الله، يعني الراجل اللي بابا ضربه ده حرامي؟ لا مش حرامي، لما فتشناه ما لقيناش معاه اي حاجه. زي ما حضرتك شايف اهو، موظف محترم على درجه وكيل وزاره. ايوه
شكله محترم اهو ومش حرامي. امال في ايه؟ انا لاحظت ان حاله الولد مش طبيعيه تقريبا كده، مش مركز، كلامه مش راكب على بعضه، متهيألي في حاجه مش كده؟ هو عنده زهايمر سعادتك، بس تحت العلاج. زهايمر، انا قلت كده برضه عشان لما لقينا نمر سامح بيه في الورقه اللي معاه ما كانش عارف نمره مين ده. ازاي بقى بتسيبوه يخرج كده لوحده؟ يا امين طلع متهم الحجز. الحقيقه هو مختفي بقاله فتره، خرج من البيت ومحدش عارف هو فين، والفتره اللي فاتت كلها كنا بندور عليه. طب الحمد لله يا بدر، اهم حاجه بس افراد الراجل اللي اتضرب ده اي شكل من الاشكال يعني عشان مصلحه الوالد. حرامي اتكلم، ما عملتش حاجه، مفيش حاجه حرامي اتكلم. قال لك كده عشان انا محترم. راجل معلش يا قصير يا قصعه، مش هو قصير دي ما فيهاش حاجه. يا قصير يا ايد الهون، مين قال لك تعمل تلفون؟ يا قصير يا ايد يا قصير. لو سمحت اثبت لنا اللي حصل ده في المحضر. احنا كده الحظ خدمنا خدمه العمر. محمود يبقى معاكم من بدري بكره في المحكمه، وانت طبعا جاهز يا متر. طبعا المحضر بتاع النهارده هيفيدنا قوي، وانا ظبطته كويس قوي مع الضابط. اموت واعرف كان غطسان فين بقاله اسبوعين. ما انت شايفه اهو يا حبيبتي، كلامه كله متلخبط وما تعرفيش تطلعي منه بوعد نافع. انا قلقان عليه قوي، اللخبطه دي سببها ايه؟ يبقى كويس قوي لو فضل متلخبط كده لحد بكره. بس طب لو بابا جه بكره قدام القاضي وما تلخبطش وانكر كل حاجه، هنحلها ازاي دي بقى؟ احنا جاهزين لكل حاجه يا استاذ سامح، الشهادات الطبيه والتقارير ومحضر رسمي بشهاده الضابط نفسه والراجل اللي انضرب، كل الحاجات دي هتدعم طلباتنا، بس المهم ان يكون قدام القاضي بكره. استاذ محمود، ما هي اقوالك فيما هو منسوب اليك؟ استاذ محمود. ايوه نعم. ايه اقوالك في موضوع الزهايمر ده؟ مش عارف. مش عارف ازاي يعني؟ في تقرير من الدكتور بتاعك، وفي بيان بروشتات الادويه اللي انت كنت بتاخدها، وفي كمان محضر معمول في اسم مدينه نصر امبارح يؤكد كل الكلام ده. شوف سعادتك، انا ذاكرتي دي حديد، انا لا يمكن انسى اي حاجه حتى لو حصلت من 30 سنه. وعندك شحيبر ابو دومه ممكن تسأله في الموضوع. مين شحيبر وابو دوم؟ ولادي. ايوه بس انت ولادك اسمهم سامح وكريم. امال انا قلت ايه؟ انت قلت شحيبر وابو دوم؟ لا انا قلت سامح وكريم. انت متاكد يا استاذ محمود انك ما قلتش شحيبر وابو دوم دلوقتي حالا؟ شفت بقى سعادتك مين فينا اللي بينسى؟ طب يا استاذ محمود شكرا. تحجز القضيه لجلسه 13/10 للنطق بالحكم. اتفضلوا حضراتكم. اللي بعده. السلام علي المواردي. يعني ايه اللي عمل ابوكوا ده؟ ما احنا كلنا عارفين انه ما عندوش زهايمر. طب مش يمكن الادويه اللي بياخدها دي اثرت عليه؟ بتتكلم يا شاكر، انت مش قلت ان الادويه اللي اديتها له دي هتخليه مهزوز بس؟ ايوه هو ده الاثر الطبي اللي نعرفه، بس مع السن ممكن تكون الادويه أثرت على الذاكرة. يعني جاله زهايمر بجد؟ حتى لو جاله زهايمر بجد، ما هو ده اللي احنا كنا عايزينه. لا طبعًا. احنا عايزين نكسب القضية، مش عايزين نأذي بابا. النتيجة واحدة في الآخر. المهم إنكوا كسبتوا القضية خلاص. يعني كلها أسبوعين وتحطوا إيديكوا على كل حاجة. هو ده المهم دلوقتي صح. أنتوا بقى لو هتضعفوا ولا هتنخوا، افتكروا السجن والفضايح اللي هتحصل لنا كلنا. وبعدين لما تحطوا ايديكم على الفلوس ابقوا عالجوه بيها عشان ضميركم يستريح. ده احمد بتاع البنك. طمنوا بقى. الو. ايوه يا استاذ احمد. ايه؟ ده حصل امتى الكلام ده؟ طيب يا استاذ احمد، انا هبعدي عليك. شكرا شكرا. في ايه؟ ابوك سحب كل ارصدته من البنك. يعني ايه؟ مش عارف، يلا بينا. على فين؟ نروح نشوف ابوك عمل كده ليه؟ سامح بيه.
البيت. في ايه؟ كنت عايزه اقول لكم على حاجه بس كده قبل ما تطلعوا المحمود. في ايه؟ ما تخلصي. انا دخلت عليه في الاوضه لقيته في الحمام، لقيت شنطته مفتوحه، ما تسالونيش ليه يعني، المهم بصيت فيها لقيت فيها عقود وشويه ورق كده، وقلت لازم اقول لكم. عقود ايه دي؟ عقد بيع العربيه وعقد تنازل عن الفيلا لدار الايتام ده بعد ما يموت، وكمان عقد بيع العزبه وفيلا الساحل. يا نهار اسود، والحاجات دي كلها باعها امتى؟ تواريخ العقود كلها في الفتره اللي هو اختفى فيها. والعقود دي فين؟ عنده في الشنطه. يا رب يا رب، احنا عملنا ايه بس في دنيتنا عشان يحصل لنا كل ده؟ هو فين دلوقتي؟ موجود فوق. لا احنا لازم نحط حد للي بيحصل ده. تعال. يلا طبعا. ايه يا بابا ده يا بابا؟ الله الله الله، ايه يا بابا في ايه؟ ايه الجواب اللي جالي ده؟ ده جواب فصل من المدرسة. يعني بتزوخ يا بابا الكلام ده ولا فول اعدادي؟ وهي قول اعدادي دي شوية. ايه ده؟ بطلت يا بابا فاشل يا بابا. ما فيش حاجة يا بابا، الكلام ده من زمان والله يا ابو كحكة. ممنوع عنك المصروف. ماشي. وما فيش بليلة الصبح. ما فيش بليلة. ما بحبهاش. ماشي. الحقني يا سامح. رايح اجيب حاجه من العربيه وجاي. ليه ما تبقاش زي اخوك سامح، عاقل وشاطر وعارف ان هو لسه في الاعداديه ومقطع نفسه في المذاكره. تعيش يا حاج، تشرب سجاير من ورايا يا كلب. ايه انت متصور ان انا مش عارف؟ انا ما فيش حاجه تعدي على بابا. يلا يلا اطلعوا على فوق عشان هحميكوا. ايه هحميكوا بعد كده اذاكر لكم. يلا يلا يا عم. يلا, يلا ايه بيقول لك هحمينا؟ يلا يلا يا كريم. يلا يلا يلا, يلا ورانا مذاكره. يلا يلا طالعين. يلا يلا حاضر. تليفكم بقى، تليفت العمر. ودول بامبرز عشان تلبسوهم بعد ما تستحموا عشان البلاوي اللي بتعملوها بالليل وانتوا نايمين. يا سامح ده ايه الليفه اللي في ايده دي بيلايفوا بيها الحصانه يا عم؟ اسكت اسكت خلينا نخلص. شايف اخوك العائل؟ وريني تحت بطاطك. بطاط ايه؟ تحت بطاطك. اتفضل. اي 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 اخرس. اي اخرس. حاضر حاضر. لا لا دي نظيفة، دي نظيفة والله والله يا حاج نظيفة. يا حاج انا مستحمل. اخرس يا ولد. حاضر يا حاج اخرس. حاضر يا حاج ليف. لا 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 ايه ده ايه ده؟ لا دي مش البطاط، خلينا في البطاط. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا وحشني قوي. يا جماعة مش هو ده اللي كنتوا عاوزينه؟ عاوزينه ايه بس يا دكتور؟ انت ما شفتش عمل فينا ايه امبارح؟ ده كان بيعدي الليفه من اي حته. زي ما قلت لكم قبل كده، احنا لازم نهاوده في كل حاجه لحد الحاله ما تستقر. والحاله دي هتستقر امتى ان شاء الله؟ ده باع كل حاجه وسحب الفلوس. هو ده الزهايمر. المريض بيهتز وبعدين يستقر. ربنا يسهل ويستقر بسرعه ويقول لكم ودى الفلوس فين. وهو كان عنده زهايمر من اصله؟ والادويه اللي كنا بنديها له يا استاذ كريم ايه؟ نسيت ولا ايه؟ الله يخرب بيت الادويه على الزهايمر على كل حاجه. اهدى يا كريم اهدى يا كريم. مش كده اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ده انا مش عارف اقعد بالبامبرز اللي ملبسهولي. حكايه كده مش هتنفع، الوقت بيعدي والبنك مش هيستنانا. لازم يبقى في خطه تانية نعرف بيها مكان الفلوس. الفلوس دي عشانك انت يا منى واجلال والباقيين، دول اكتر من الفلوس اللي كنت هتاخدوها من ولادي. انا بصراحه ما كنتش مصدقه انك انت هتقدر تقنع الناس ان هم يبقوا في صفك ويغيروا اتفاقهم مع سامح بيه. الفلوس تعمل اي حاجه، بس انا ما عملتش كده عشان الفلوس. انا بصراحه عملت كده علشان ندمت اني اشتركت في لعبه زي دي. انا عارف، عشان كده انا اعتمدت عليك في حاجات كتير. خد الفلوس يا منى. طب وناوي تعمل ايه دلوقتي؟ بص يا منى، كل اللي حصل ده معناه ان انا ما عرفتش اربي ولادي كويس. هما دلوقتي هيقرروا انهم يجوا يقعدوا عندي في البيت، ولما هييجوا هربيهم من اول وجديد. طب افرض ما جوش؟ هييجوا
دول ولادي وانا عارفهم. نعيم يا بابا، احنا جينا نقعد معاك هنا في البيت يا حاج عشان نخدمك في اي حاجه انت تعوزها. احنا برضو لازم نكون جنبك خصوصا في حالتك دي. طبعا يا انكي، واي حاجه هتعوزها احنا هنعملها لك. ايه يا ملك، ما بيجيش تسلم على جده ليه؟ انت لسه فاكرني يا جده؟ انت قلت لها ايه؟ تعالي في حضن جد. الله، انا لو نسيت الدنيا كلها مش ممكن انساك يا مالك. تعالي بقى عشان اوريك انا بحبك قد ايه. خدوا راحتك يا بابا، احنا قاعدين هنا. خدوا انتوا راحتكم. ادي بوس. الله، كل واحد فينا يدور في حته في البيت، اكيد مخبي الفلوس هنا. وهو معقوله برضه يخبي ملايين في البيت؟ والله ممكن يخبي ملايين في البيت. كريم، ما قدمناش حل تاني، مفيش ولا مليم في البنك. ممكن نلاقي الفلوس هنا في اي حته. وافرض ما لقيناش حاجه؟ مش عارف بقى. بس اكيد هنلاقي ورقه، مستند، او اي حاجه تدلنا على مكان الفلوس. يسمع من بقك ربنا. كلها يا جدو عشان تعرفي ازاي انا فاكرك. كلها بتاعتي؟ كل اللعب دي بتاعتك، هنقعد نلعب بيها، ولما تزهقي منها هجيب لك لعب تاني نلعب بيها سوا برضه. طب وهم مش هيلعبوا معانا؟ لا، هم عندهم لعبه تانيه بيلعبوها، ملناش دعوه بيهم. يلا احنا بقى نلعب اللعبه بتاعتنا. شنكة حبودة شنكة حبيبة شنكة حبيبة. الحتة دي تبقاني، شوفي ايه دي. جد صدق الله العظيم. ايه؟ نام كلهم يا جد. كويس قوي، عشان انا عايز اقول لك على سر. سر ايه؟ سر كبير قوي، بس اوعي تقولي لحد. حتى ماما وبابا وعمو سامح ومساتي في المدرسه. اه، ده انت كده هتقولي لمصر كلها. خلاص مش هقول له. لا، انت هتقولي له، بس هقول لك بالظبط امتى تقولي له. ايه يا بابا، ده انت هتقتلنا ولا ايه؟ في ايه؟ موسم البط ابتدى. بط؟ ايوه بط. الناس ان انا صياد بط قديم ولا ايه؟ يلا عشان هنروح الفيوم نصطاد بط هناك. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. حاضر. قوم غير هدومكم. حاضر. وبعد ما صح اخوك
اخوه هو اسمه ايه؟ سامح. سامح ايوه. ايوه سامح. يلا. سامح. يلا يلا تحت استهبلي يلا. فين ايه بطيء يا بابا؟ على السبب تقوم. بطيء بطيء. يلا اصحى انت وهو. انا مش عايز دلع. فاهمين ولا لا؟ حاضر مش عايز دلع. حاضر حاضر حاضر. ها يلا اصحى انت وهو. انا هسبقكوا على التلبيده وانتوا حصلوني بالمركب. يلا اصحوا البطل يقع تلموه على طول. فاهمين؟ حاضر يا حاج. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا حاج؟ المركب بتغرق. ايه اللي عملته ده؟ انت ما بتضربش نار فوق ليه؟ ما هو ما فيش بط فوق. قلت يمكن مستخبي ورا المركب. الله هموت نفسي انا. مستخبي ايه؟ انت اللي جرعنا. احنا بنغرق. خلي بالك يا حبيبتي خلي بالك. خليك بنفسك يا روحي. انا خايف عليك. المركب بتغرق. حاجة احنا هنموت. دعوه بقى كل واحد مع نفسه. معرفش معرفش ازاي حد استصبت كده. ايوه انا هو كده. يا ابني انت بقى البط بتاعك كده. يا حبيبتي الحقيني. طيب الحقيني ما تسيبنيش كده حرام عليك. الحقيني ما بعرفش اعوم. طب انت يا سامح انا اخوك. بس اسكت يا سامح. ايه كده يا سامح؟ انا يا كريم. خليك كده كريم معايا. حرام عليك والله ما بعرف اعوم. حرام عليك يا حاج والله. حرام يا خضر. اصحى اطلع. شيل نفسي انت كمان. اوعى 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 رجليا مفقفقه مش قادر اقف. اه ياما ياما ياما. محمود بيه عايزكوا في الجنينه. عايز ايه؟ معرفش. الحاج اللي انت عامله ده يا حاج. يلا يا كريم. يلا ايه؟ يلا البس. البس ايه يا حاج؟ بطوله العالم قربت. هنعمل بطوله العالم الداخليه دلوقتي. يلا داخليه ايه؟ يلا كريم. يلا ايه يا عم؟